أصبح الخير الإخوان، صباح النور. لايف جديد يوم الحاد، يوم في شتيبو، يوم نترافخو أوي نو أترافخار أوي فيشتا. يلا الإخوان بارتاجوا لينا اللايف ومرحبا بكم، صباح الخير عليكم. حنا عندنا نفس بانية 12 ديال النهار علينا، في المغرب تكون العشرة ما زومينوش، علاش جوج ساعات زايدين. بارتاجوا لينا اللايف الإخوان، مرحبا بكم. اليوم نهار مشمش، راني في ستاسيون سراغوسا دوني فاموس طنجاوينو مي بوي. غنمشي للراسترو يعني السوق ديال زراغوسا ديال الحل. صراحه المده طويله زي خرج من ديك الخدمه اللي كنت خدام، باقي ما عندي الاوراق وداك الشيء. مشيت واحد المره ودابا غادي نمشي اليوم. اليوم نهار مشمش الاخوان، بارطاجيو لينا اللايف وغادي نديروا دردشه، غنطلع معايا الاخوان صافي. يلا مرحبا بكم وبارطاجيو لينا اللايف، واللي ما مشتركش يشارك. غادي نهضروا خاصة على واحد النقطة اللي مهمة واللي دايرة بوم مالي. شنو هي الطنجاوين؟ النقطة اللي غادي نهضر عليها اليوم إن شاء الله هما الناس اللي عندهم الأوراق ديال الريغو فورماسيون وماتوا ليهم مدة طويلة، دابا ما لقاوش الكونتراتو وكيفكروا باش يدفعوا في الريغو سوسيال. بارطاجيو لينا هاد اللايف هذا وفتحوا ودنكم معايا، وغنهضروا كذلك على الناس اللي عندهم يعني اللي باغيين يدفعوا ريغو فورماسيون وكيقول لك باغا نتفاش دابا حتى يدخل تعديل جديد. شوف اول حاجه ضروري ملي غادي يدخل في ريغو فورماسيون اوتوريزاسيون ترافاخار، راه ما غيبقاوش نفس يعني نفس الاجراءات اللي كاينين فيه دابا. يعني ملي غادي يولي ريغو فورماسيون غيبقى يتعطى فيه اوتوريزاسيون ترافاخار وتقرا كورسو، وخصك تقرا نفس الميدان ديال الكورسو، غيكونوا شي اجراءات جدادين فيه. ماشي ضروري زعما تقرا يعني يكونوا فيه نفس المعلومات او نفس الوثائق اللي كيطلبوا لك دابا، فهمتوني؟ يعني كاين بزاف ديال الحوايج، وان شاء الله ان شاء الله انا دائما ملي كندوي كنتحمل مسؤوليه كلامي. اخوتي بارطاجيو اللايف باش نبدا نطلعكم معايا، الله يجازيكم. بارطاجيو اللايف باش نبدا نطلعكم معايا. هذا هو ستاسيون ديال سراغوسا كما كتشوفوا، طنجاوينو خارج نتشمشوا شويه، نشمو شويه ديال الهواء. شحال ما خرج حرارة الجو صراحه اخوتي، كنبقاو نقابلوا غير الخدمه ودار الخدمه الدار. معنا ما نكذبش عليكم، انا ما نبليش بالقهاوي بزاف، انا ما كنريحش بالقهاوي بزاف صراحه. يعني يعني عندي واحد بحال نقول لك هاد الغربه هادي كما قال لك واحد المثل كتشد لك الوقت ديالك كامل، ولكن الحمد لله الانسان اللي كيدير وقته فشي حاجه اللي تنفعو صافي. هادشي علاش كنصحوا الاخوه. المهم الناس ديال الريغو فورماسيون كاينين بزاف ديال الاجراءات وبزاف ديال الحوايج اللي ضروري خصو الانسان يديرهم، وكاين اللي كيديروا الاغلاط صراحه الاخوان كيديروا الاغلاط. خوتي بارطاجيو اللايف، وصلنا هنايا 10000 قالف نبدا نطلعكم معايا. انا غادي نراسترو، انا قربت الراسترو اخوتي كما كتشوفوا الناس كاملين غادي نراسترو. انا ساكن غير حدا الراسترو ماشي بعيد، انا ستاسيون سراغوسا، انا مورا الاخوان مو ستاسيون يعني ما سوبينوس دياس مينوتوس عندو يعني تمشي لها ديك 10 دقائق تمشي غير بشويه، يعني الا كنتي قاصد تمشي زربان راه 5 دقائق. الناس ديال سراغوسطا يلا ظهروا لي هنايا، مرحبا بكم. ها انتم غنوريكم الراسترو من فوق، كاينه بلاصه ديال التتر يعني اللي فيها القديم، وكاينه البلاصه اللي فيها الجديد. يعني ملي كنقصد البلاصه اللي فيها القديم يعني الناس اللي كيجمعوا التتر يعني بحال هذا. ها انتم هذا هو الراسترو اخوتي، غادي نهبط له من تحت. كاين يعني بارطاجيو اللايف الاخوان، يلا الناس ديال سراغوسطا بانوا هنا. هذا ملي كنقصد القديم يعني ماشي كنستهزأ، نو يعني هنا كيتباع داك الشيء القديم يعني داك الشيء مستخدم، وكذلك حتى في الجديد راه كاين القديم يعني الحوايج وداك الشيء. هنا في الشطاره باش كتعجبني انايا كيكونوا فيها يعني بعض البياس زوين الصوت. يلا الاخوه بارطاجيو اللايف كما كتشوفوا. باش كيعجبني هذا السوق ديال سراغوسطا يعني راسترو ديال سراغوسطا كيكون نهار الاحد ونهار الاربعاء، ولكن نهار الاحد اللي كيكون كبير، نهار الاربعاء كيكونوا غير الحوايج ما كيكونوش تطر. كيكونوا البوليس اللي كيبان لكم السوفر في الوسط كيدوروا في وسط هذوك الناس اللي عندهم التطر اللي عندهم القديم، كيدوروا تما الاخوان باش كيشوفوا واش عندهم شي حاجه اللي كتضر، يعني كاين بعض الحوايج اللي كيحيدوها ليهم ويرميوها. ها انتم كما كتشوفوا كاينه بعض الحوايج، ها انتم كتشوفوا البوليس منو السوفر هما في وسط منهم وعندهم الطرو ديال الزبل. علاش كيحيدوا ديك الالعاب؟ اغلبيه كتبان هنا الالعاب كيجمعوهم الزبال وكيسكتوا عليهم وكيبيعوهم. كاين بعض الالعاب اللي هما ممنوعين يعاودوا يجمعوهم يبيعوهم، كيحيدوه ليهم ويرميوهم في الطرو ديال الزبل. انا غنشوف واش نقدر نزومي عليها. شتوها؟ ها انتم سوفر
هانتوما الشوار الاخوان هما البوليس معاهم السيكوريدات هذوك ديال البلديه كي حيدير لهم كلشي كيرميوه. ها هو هذاك غنحاولوا ندخلوا شويه تما. هذا السوق ديال التتر هذا كامل هنا كاين اللي عنده بلاصه ديالو وكاين اللي ما عندوش البلاصه ديالو غير كيبيع عادي، ولكن ملي كيشبروا البوليس كيحيدوا له السلعه. وهنا كاينه الخضاره، كاينه جوج الخضاره تما، واحد كنت خدام معنا بشحال هادي، واللي هنا داخل كاينه الحوايج القديم جديد يعني اللي بغيت، يعني ماشي موضوع ديالنا، نرجعوا للموضوع ديالنا. انا غوريت لكم يعني فين غادي شحال ما جيت لهاد البلاصه هادي. وكاينه الناس تبارك الله، شوف راه يعني معروفه السوق هذا، كيجي الناس ديال الاسبوع بحال السوق ديال الاسبوع هذا، فهمت؟ المهم يلا الاخوه بارطاجيو لينا اللايف وغادي نكملوا الموضوع ديالنا. الاخوان اللي عندهم ريغو فورماسيون وداروا كورسو، داروا الدبلومه، داروا كلشي وما لقاوش كونترا ولقاو مشاكل في الكونترا، كاينين بزاف ديال الحلول، كاينين بزاف ديال الحلول الاخوان والله العظيم. انسان ما يستسلمش، وانا كنشوف بان قريب يخرج اوتوريزاسيون ديال الطلبه خارج في ريغو فورماسيون، قريب ماشي بعيد. انا كنشوف يعني واحد المسافه صغيره بينه وبين اوتوريزاسيون الطلبه خارج في ريغو فورماسيون، يعني الحاجه راه واضحه وباينه، غير الانسان ما خصوش يستسلم. الاخوان الانسان ما خصوش يستسلم. مرحبا بكم فاتي، اولا مرحبا اختي. انتم الاخوان كما كتشوفوا السوق ما شاء الله كبير واعر، شحال زعما ديال الوقت ماسو مينوس، يعني هما كيقولوا نو ما كبيره ما والو، علاش بيعتي له 50000؟ راه ماشي شي حاجه، قسمتينا غا 30000 ولا 20000 في كل مدينه، راه غا سراغوستا. سراغوستا فين انا؟ خصها الناس تبني على الجاد. هنا قسمتينا غا 30000 ولا 20000 في كل مدينه، راه غا سراغوستا. سراغوستا فين انا؟ خصها الناس تبني على الجاد. هنا سينياليو لي اللايف، يلا بارطاجيو لي اللايف الاخوان، تكيو لي في بانطايا هنا، يلا يجازيكم. وصلوا لي 10000 قلب هنايا باش اللايف ديالنا يتكلم، يعني بحال نقول لك يتهز شويه حيت راه طايح كاين السينيال. شكرا لكم، غادي نجاوب اي واحد على سؤاله، يعني نحاول ما ندخلش عشوائي نهضر، نحاول نجاوب الاسئله ديال الناس اللي غيطلعوا في الفيديو، يعني كل يعني يطلع معايا في اللايف، كل واحد يطلع معايا في اللايف غنحاول نجاوب على السؤال ديالو. يلا الاخوه بارطاجيو اللايف، وصلوا 300 واحد معنا، الله يجازيكم كما قلت لكم. يلا الاخوان ها هي وصلت 4300 تبارك الله عليكم. غنحاول انا نمشي مع الاخوان درجه درجه، صافي غنحاول نمشي معكم ضربه ضربه، وغنحاول نجاوب على الاسئله ديال اي واحد طلع معايا في المباشر، غير في شرط الناس اللي غيطلعوا يكونوا مشاركين في القناه، ولا ما كنتيش مشترك راه ما غاديش تطلع، حيت لي تيك توك كيفرق ما بين الناس اللي مشاركين والناس اللي ما مشاركينش، كيقول لك ها الناس اللي معاك متفاعلين معاك، الناس اللي ما تفاعلينش معاك، يعني الناس اللي كيتفاعلوا معايا هما اللي كنطلعهم. وصلنا 10000 هنايا، وغادي نطلعكم كاملين بكم، وغادي نجاوبكم على الاسئله ديالكم واحد بواحد، وهذا وعد، يعني ملي كنقول هذا وعد يعني كنتحمل مسؤوليه كلامي. يلا الاخوان يلا الاخوان يلا يا 5000 يا وصلت تبارك 5000. كاين الناس دابا اللي متردده يعني تسكي في البانطايا، ما عرفتش علاش كاين الناس اللي متردده. يلا الاخوان في الريغو لابورار الريغو سوسيال، كل واحد شنو كيكتب، داكشي علاش غنطلعكم معايا، كل واحد غنجاوب على سؤاله. وبينوا لي الاخوان الله يجازيكم، بينوا لي الاخوان 5300. شوف راه اي واحد يتكي في بانطايا غادي نطلعو، واللي ما غيتفاعلش معانا ما غاديش نطلعو، هذا اللي كاين الحقيقه. هي يعني تفاعلتي معايا نتفاعل معاك، انا غادي لهنا نجلس الاخوان ونطلعكم معايا. انا نتوما وصلتونا يعني كتسكيو في البانطايا الناس قلالين، والله اللي ما كيتفاعل معانا والله لا طلعتو، سير عند الخيستور ولا عند المحامي عيط له عطيه 50 اورو يجاوبك على سؤال. كاين الناس ضدك باش يعني كاين الناس ما كتبغيش تبارطاجي لك اللايف ضد، حيت ما حاملكش. علاش ما حاملكش؟ والله اعلم، داكشي علاش انا نجاوبكم سؤال على المباشر اللي تفاعل معايا نتفاعل معاه، واللي ما تفاعلش معايا ما نتفاعلش معاه. انا جبت بلاصه فين غادي نجلس وغادي نجاوب اي واحد، الناس اللي مشاركين. ها انا يعني الاخوه اللي مشاركين معايا بانوا. الاخوان هي 6800
يلا وصلوا لنا 10,000 وانا بدنا نطلع الاخوان. كنت عجبتني هاد الشميشه هادي الاخوان، والله الا عجبتني هاد الشميشه هادي والله. 250 250 واحد معنا على المباشر، شكرا والله القسم. يلا الاخوه بارطاجيو لنا، الله والله يحفظكم الاخوان. كاين بعد السفاء نقول شي حاجه ماشي هادي. باز عليكم. يلا الاخوان يلا الاخوان يلا الاخوان يلا الاخوان يلا الاخوان يلا الاخوان. البارطاج 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 البارطاج. غادي نطلع الاخوان الناس اللي كتفاعل معنا. قلت لها حنا بدينا اللي كيتفاعل اللي كيتكيبونطي. السلام عليكم. السلام عليكم خيط الجواني، بخير؟ الله يحفظك اخويا العزيز، مرحبا بك المانو ديالك. الموضوع خويا بغيت نسولك خويا، انا دابا معك بادر مدينه مالاقا. دابا في مدينه مالاقا خويا ما عندك شي معلومه؟ دابا شهرين شهرين ونص ندافع باقي ما جاوبونيش الريكو بارا فارماسي. خويا العزيز تفاتي راسك ولا تفارك محامي خيستور خيستوريا؟ كاينه واحد الجمعيه مغربيه مشيت عندهم شدات لي المحاميه السيطره تفعت الراس. يعني تفاتي راسك. عطيتيهم واحد الايميل ديالك باش بقاي يصيفطوا لك شنو هو الحاجه اللي ناقصه ولا فابورابل اللي صيفطوا لك؟ عندهم الايميل عندهم كل شي نهار، تبعت لهم خلص الطاسه صيفطوا لي الريكواردو صيفطوا لي في الجيميل. مزيان، هذيك الجيميل كتبقى تراقبوها خويا، وانت مادام تراميتي يعني ما عندك حتى مشكل يعني نورمال. باقا طالعه تراميت. ما كاينش مشكل، مادام تعطيهم الايميل غيجيك فيه فابورابلي، غادي تجيك الورقه قبل ما يطلع لك فابورابلي في الباخينه ديال سترانغ. غاديني الورقه في الجيميل. اديني ورقه سيطوي بي دي اف بي دي اف الجيميل. وا خصك تعرف واحد القضيه، ملي كيصيفطوا لك يعني كيصيفطوا لك في الجيميل وكتدخل بسيرتيفيكادو دي خيطار اولا كتدخل ديريكت انت ملي كتكون عندك اول دفعه كيصيفطوا لك ديك في الايميل. علاش كنقول لكم دائما دفعوا راسكم وديروا الايميل باش كتوصلك ديك ورقه فابورابلي ديك الساعه ديك النهار اللي كيعطيوك فابورابلي غدا ديريكت كتجيك في الايميل. ملي ما كتعطي ليهمش الايميل كتبقى 15 يوم ولا شهر عاد كتجيك الدار ديك الورقه، واش فهمتي؟ يعني دابا انت ما عندكش سيفتوها بي دي اف في الجيميل. في الجيميل بقى تراقب الجيميل ديالك اللي عطيتيهم، بقى تمشي سبام مره عندك تكوز داك الشيء ميساج سبام. يا اسطى الله يسهل عليك اخويا العزيز. امين الله يحفظك خويا. شوف هذا هو السؤال ديالك يعني باين يعني انت دابا عندك كل شيء بوالدك، الله يسهل عليك. الله يحفظك. يلا الاخوان الله يجازيكم، بارطاجيو لينا اللايف واللي كيتفاعل معنا نتفاعلوا معاه. الاخوان دي اللايف 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 يعني 10,000 قال ما وصلتوهاش وانا بديت كنطلعكم معايا، ولكن نو باس انا غنشوف شكون كيتفاعل معايا غنطلع. اللي كيتفاعل معايا غادي نطلع. اللي كيتفاعل معايا غادي نطلع. واخويا الطنجاوي السلام عليكم. اخ ديالنا شوف الاخوان لا يطلع معنا يحيد الله. الاخ ديالي عاود صيفط لي انا غنشوفك ونطلعك صافي. عاود صيفط لي اخويا راه الصوت كيتعاود لك بزاف كيدير مشاكل. يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف الله يجازيكم بالخير. اللي عزيز عليه الطنجاوي بارطاجي اللايف ومرحبا بالجميع، مرحبا بكم الاخوان. شوف اي واحد كيتفاعل معايا غادي نطلع. تكيف بانتايا واللي كيتكيف بانتايا كنشوفو غنجاوب. ياكم السلام عليكم. السلام خويا كدير بخير؟ الله يحفظك اخويا احمد، مرحبا خويا. الموضوع ديال يعني المدينه اسئله. مرحبا خويا. بغيت نسولك انا عندي شي عام وعام ونص بقى ما صابش السكنه، ماشي مشكل كيفاش وشنو وباش نعرفك انا عندك عام وشنو اثباتات اللي عندك؟ عندي بروفا، انا نهار دخلت عندي بروفا ديال عام ونص. كل 3 شهور تكون عندك بروفا، ما هو النوع البروفات اللي عندك كل 3 شهور؟ انا عندي ديال الطبيب دولة لا؟ ديال الطبيب ديال الدولة. عندي ديال الفلوس، عندي ديال منين دخلنا ديال لا ديال الفلوس ما تهضرليش عليها اخويا ما خدامش. شمن لكم انت؟ شمن مدينة؟ انا كاين في بورغوس جيت ارندا. ما عرفتش واش كيطلبوا لك ديك ديال الفلوس حيت اغلبيه ما كيبغيوهاش ديك البروفا ديال الفلوس. خص انا نفهمك، خص كل 4 شهور تكون عندك بروفا، ماشي ضروري تكون عندك شهاده سكنه في الاول. المهم هذه الناس اللي ما كيلقاوش شهاده سكنه، ماشي ضروري تكون عندك في الاول. المهم ملي تجي تدفع خص تكون عندك شهاده سكنه هي الاولى، هذيك 3 شهور الاخر ثاني خص تكون عندك فيها شهاده سكنه. وشنو هما البروفات اللي انا غناكد لك عليهم؟ هو ديال الطبيب ديال الدوله وديال كاريتاس
او ديال السميه ديالها مثلا، مشيتي لشي اداره محسوبه على الدوله ولا شي حاجه، ما هذوك ديال الفلوس راه ما كيقبلوهاش، ولكن كاين بعض الناس اللي كيقبلوهم ليهم. انا اللي كنقول لك من احسن حنا نحيدوا هذه الحاله هذه ديال الفلوس، ما كتحبسش فعلي. جنات شكرا اختي جنات، يعني هذا اللي كاين اخويا، الله يسهل عليك، حاول دير شهاده السكوت. مرحبا خويا، مرحبا. يلا الاخوه مرحبا بكم، واللي كيتكيف بانطايا غادي نطلع خويا نسولك. مرحبا خويا، كيف البانطايا وبارطاجي باش تقدر تولي من الناس الاولى، يعني الناس اللي كتبارطاجي وكتدعم القناه كيطلعوا هما الاولى. السلام عليكم. سلام خويا طنجاوي. مرحبا اختي جنات، عليكم السلام. مرحبا. بغيت نسولك غير على هذيك حسن السيره اللي تاخذوا من مدريد، واش زعما صالحه ولا لا؟ حيت بزاف البنات كيسولوا عليها. اش من حسن السيره هذا؟ اش بالضبط؟ واش ديال اسبانيا ولا المغرب؟ لا حسن السيره اللي كتاخذها حتى بالمغرب، كتاخذها من الصف من القنصليه ديالك من مدريد، تياخذوها و تيديروا الابوستيل تمايا في السفاره. واش صالحه؟ كاين هاد ما كايناش الشهاده حسن السيره، انت خصك تجيبها انت، انت تيفطوا كان شي واحد في المغرب من الوالدين ديالك ولا العائله يصيفطوها لك. ولكن بزاف تيهضروا هكا في اللايفات، تيقول لك راه تاخذها من القنصلية، من القنصليه وديرها الابوستيل في السفاره. صعيبه صعيبه عيبه باش تاخذها، فيها مشاكل، باقي ما طبقتش، ما كايناش. يعني اللي غنقول لك دابا حاجه اللي غنقول لك دابا، راه طلبتيها من المغرب توصل لك في 10 ايام، ولا مشيتي للقنصليه دار ماسو مينوس تبقى لك شهر شهر. هيك طلبها من المغرب، منين غتطلبها من المغرب؟ يعني من العائله وصافي. مثلا انت في المغرب شكون اللي غتثق فيه؟ مثلا كدير الوكاله لعائلتك ولا شي حد هكا؟ لا اي واحد من العائله وتكتب ديك الوكاله. علاش درتيها له؟ ما ديروش وكاله مفتوحه، هذه الوكاله بان باش يجيب لي حسن السيره صافي. لا راه اي حسين المهم بغيت نسول، حيت بزاف صحاباتي كيقول لك لا راه عندكم في مدريد كيديروا كيديروا، انا غنسول لكم ما نعرفش. كنتي في مدريد؟ واه. شنو بلاصه في المغرب انتينا؟ انا في نواحي فاس. فاس. انا غنسولكم واش يقدر شي حد يهز يجيب لكم حسن السيره من المغرب واخا ما تكونوش انتم يعني تصيفطوا الوكاله؟ ياك كاين هاد الشيء. انا غنسولكم ولا اللي شي حد كاين، انا عادي حسن السيره تجيبها من المغرب بلا وكاله، ماشي عادي. غير هما كيطلبوا زعما الوكاله اللي يجبدها لك، زعما ما خصوش شي واحد عشوائي. ولكن الا كان شي حد مثلا يعني عنده في القانون، يعني داخل في القانون، يقدر يجبد لك حسن السيره ديالك ولا ما فيهاش مشاكل، ولا فيها مشاكل راه ما يجبدها لكش. نو ما كاين، ما عندهمش مشاكل، الاكثريه ما عندهمش مشاكل، كتخرج لي شيء يعني فيها، فهمتي؟ ما عندهم ني حبس ني نادا، فهمتي؟ ماشي يدينا قلت لك، راه الناس اللي عندها المشاكل ما يقدرش يجبدوا حسن السيره من المغرب. واه عندها مشاكل في المغرب. واه نيشان. ما عندوش مشكل، ولكن انت لو كنتي في مدريد يعني كنتي قريبا القنصليه، سير القنصليه طلبها، ولا كنتي باقي ما دفعتي غادي تجيك من بعد مده طويله، يعني شهر 20 يوم على حسب شحال غادي يقولوا لك. المهم صالحه يقبلوها في سترانغيريا. صالحه غير هي خصها تطلب بان تجي امبوستي، يعني كتخلص عليها ما عرفتش شحال كتخلص عليها بالضبط، ما عرفتش. مزيانه زعما الا كانت هنا في مدريد ميخور، علاش واخا تعطل شهر ولا 20 يوم ولا كذا ماشي مشكل تعطل، المهم غير هي تكون مقبوله، فهمتي؟ ونيشان كاين هذا الشيء. انا اللي قلت لك هو هذاك، يعني حسن السيره باش تجيك من المغرب في مدريد، انا هذه الناس كيقولوها ولكن هي في القانون ما كايناش حاليا. هذا اللي كاين اختي، الله يسلمك. شكرا بارك الله فيك. شكرا. بارطاجيو لينا اللايف، الله يجازيكم الخير اللي عزيز عليه الطنجاوي، بارطاجي اللايف. يا الاخوة بارطاجيو لينا اللايف، الله يجازيكم. السلام عليكم. عليكم السلام اختي فاتي، مرحبا. الله يبارك بربك، عندي واحد المشكل صغير، بغيت غير نسولك دابا. المشكلة أنا عندي ورق ديال رايكو بور فورماسيون، وساليت هادي 3 شهور تقريبا، المهم 24 في شهر واحد، وقالوا لي راه خاصك دير براكتيكال، وأنا كنتسنى كنتسنى داك النهار كنت طلعت معاك وقلتي لي سيري قلبي على البراكتيكا وصيفطي لهم بيعطيك وراق باش تمشي ديريها. مشيت قلبت لقيت البراكتيكا، تواصلت معاهم قلت لي، قالوا لي خاصك تعطينا الكونتاكت مع المدرسه. مشيت اسيدي عند المدرسه قلت لهم راه لقيت فين ندير براكتيكا، هضرت معاهم قالوا لي واخا واخا غنشوفو. من بعد دازت سيمانه ولا شوي جوج سيمانات تقريبا، عاود سولت قالوا لي راه صيفطنا ليهم ما جاوبوناش، المهم كيجرجروا فيا. ولحد الان دابا مازال ما تواصلوا معايا بالنسبه للبراكتيكا ما والو. بغيت نعرف اشنو واش نمشي ندير شي انونسيو في سوق ولا شنو ندير؟
لا شكون عاد من مشيتي انت هنا باش قالوا لك باقي ما راه صيفطنا لهم ما تواصلوش معايا؟ واش المدرسه اللي صيفطت ولا الخدمه اللي صيفطت؟ المدرسة اللي صيفطت الخدمة. ايوا صافي تمشي عند الخدمة قول لهم راه صيفطوا لكم في الكوريو صيف ديالكم انا وهما صيفط غيكتبوا. لهم، صيفط لهم واحد الايميل قلت لهم السلام انا فلانة راه كنت على، المهم شرحت لهم الموضوع ديالي قالوا لي احنا ما وصلنا حتى حاجة. هذا هو اللي كاين، يعني ما عندك ما دير، خصك تصبر وتقلب بلاصة أخرى وتمشي المدرسة دي تضغط عليهم ولا بلا ايمان يقول لهم عطيوني ديك الورقه اللي عاد صيفطهم في الايمان انا نديهم الشركه مباشره دابا عادي. المشكلة، دابا المشكلة أنا في شهر 7 غيسالوا لي الوراق، وزعما دابا هما واخيرا كيتسناو تاي يفوت، دابا عندهم لي جروب بوست اللي كيكونوا كيقراو دابا، واخيرا غيتسناوني يتسناو حتى زعما يكملوا داك الجروب اللي عندهم، الله أعلم واش شهر 6 ولا 5 ولا لا 7 ولا، عادي يدخلوني معاهم ويصيفطوني براكتيكا. ولكن انت الجروب ديالك انت هنا واش داروا براكتيكا ولا لا؟ انا الجروب ديالي كلهم خرجوا حيتاش كان كل موديول قريته بوحده فهمتي، وكل واحد تاني كيقرا موديولو مع جروب، يعني ماشي كيكون قسم كامل بحال بحال فهمتيني، يعني ما عرفتش هاد الروينة. انا غنفهمك اش غادي دير، كيما داروا الناس هنا في سراغوسا ولا قرب يموتوا لك الاوراق باقي ما درتيش براكتيكا قضيت 21 يوم وكاين اللي غيعطيك بري كونتراتو، غادي تجيب واحد الورقه من ديك المدرسه ديال براكتيكا بان انت هي قربوا يموتوك الوراق ما تقدرش دير براكتيكا دابا. وهاد الهضره من بزاف ديال الناس غيسمعوها غتجيو معجبه، ولكن كنعطيكم التجربه انايا، التجربه ديال الناس اللي دفعنا ليهم والناس اللي دفعوا. واحد السيد ماشي بزاف جاوبوا على 25 يوم هنا في سراغوسا بسبب براكتيكا، قالت له 20 يوم هو عنده بري كونتراتو، شد بري كونتراتو دفع ليهم ودار واحد اللي فوق عمر واحد الورقه مع هذيك الدوسي ديالو بان قالت لي 20 يوم باش ندير براكتيكا باش نساليو لي الوراق، وانا عندي بري كونتراتو الشركه اللي غندير معها براكتيكا مازال المدرسه ما عطاتنيش الاذن باش ندير براكتيكا. هنايا جاوبوه فابورابل صح، ولكن ما يعني ما لقيت زعما بري كونتراتو زعما ما لقيتهاش، ما زعما غير براكتيكا وصافي. كونتراتو يعني قلب عليها بشويه عليك ودخل المواقع في الانترنت وشوف المدينه ديالك شنو طالبين فيها وبدا تصيفط لهم كوريكولوم. عندك كوريكولوم ولا ما درتيش؟ مازال ما درتوش. دخل التليفون وديرو، انا في العشيه غندير لكم واحد الفيديو كيفاش ديروها من التليفون ديالك. ياك الله يعطيك الخير شكرا، يعني ما كاينش مشكل دابا يعني ما لي غير نتسنى. ما عليك غتسنى، هذا هو اللي كاين، يعني مادام هما قالوا لك حنا صيفطنا واخرين قال لكم وصلنا والو، يعني خصك تينا تضرب على امن بزاف تضغط على مدرسه، حيت مدرسه ممكن تعطيك الاوراق وتديهم انت هنا يعني ديك البلاصه فين دير براكتيكا. داك الشيء اللي غندير صافي، شكرا لك بزاف، الله شكرا، الله يكبر بك. مرحبا يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف، اللي ما عندوش كوريكولوم وهو عنده راه فورماسيون ولا عنده اوراق الخدمه راه خصو يعرف بان راه الكوريكولوم راه بحالو بحال الاوراق، خصو يكون عندك دائما وفيه ديك الشيء اللي كتخدم دائما، واخا تكون خدام ما عجبكش شي خدمه ما تحبش يبدا تصيفط للشركات حتى تحصل لك واحد الشركه يعيطوا لك، يعني كوريكولوم ملي كتصيفطوا للشركه الله يحفظكم خوتي على الدعم ديالكم، ملي كتصيفطوا للشركه بحال نقول لك الشركه فعاود تمشي انت تجلس معاها ديك كوريكولوم ديالك كتقراه كتعرف انت عليك كل شيء بلا ما تكون انت حاضر صافي. غادي نشوفوا الاخوان شكون كيدعمنا، يعني شكون كيبارطاجي اللايف. شكرا شكرا خويا ايمن ايمن، يلا اخوتي بارطاجيو لنا اللايف ووصلوا لنا 500000 قلب هنايا، الله يجازيكم بالخير. السلام عليكم خويا عبدو، مرحبا خويا، ما كنسمعش شويه صوتك. الله يحفظك اخويا، قلتي اللي ما مشاركش يدير الشراك الله يرحم والدي. خويا ما كنسمعكش مزيان اخويا، بارطاجي لنا اللايف اخويا. كتسمعني دابا؟ كنسمعك اخويا، مرحبا تفضل. انا كانت عندي شهاده السكنه في ليريدا وقلبت عند فراغ النواحي ديال اراغون يلا شي شهر ودفعت تما، بالنسبه دابا راني ترامي انت واش كيتعطلوا تما ولا دابا في رمضان انا اللي دفعت واش كيتعطلوا تما ولا كيجاوبوا دغيا؟ ما سمعتكش اخويا والله ما فهمت، كيفاش عندك شهاده السكنه واش تدفعتي في اراغون هنايا في سراغوسا؟ لا هنايا سميت له فراغ تبع مونسون. شحال باش دفعتي دابا؟ بدلت تما شهادة السكنة تقريبا شي شهر ونص، ولكن دفعت يلا درت تما شهادة السكنة شي 20 يوم ودفعت. ماشي مشكلة اخويا، هذا ماشي مشكل
ماشي مشكل، الدنيا هانيه يعني. ملي كتكون يعني تراميتي يعني بحال كنقول يعني درتي الترا شهاده السكنه في هذه المدينه هذه ودفعتي فيها يلا 20 يوم ولا شهر وانت عندك شهاده سكنه بلاصه اخرى، نو باس انا اخويا هما ماشي مشكل هذا. شكرا لك خويا، شكرا اختي جنات، شكرا الله يحفظك. بالنسبه لديك التسويه الجماعيه، ديك التسويه الجماعيه الله يبارك الاخوان بارطاجيو لينا اللايف الاخوان، راه اللايف هابط الاخوان بسبب السينيال باش تفهموا. اللايف راه دابا فيه 295 واحد ولكن انا عاطيني 143، هنا 295 واحد. علاش؟ ملي كيتسينيال اللايف وكيولي سينيال يعني الناس كتسينيالك اللايف يعني الناس يعني صحاب الحسنات اللايف كيهبط لك، ولكن انتم كيطلع لكم بان معنا 150 واحد، راه معايا دابا 315 هي. يلا اخوتي بارطاجيو لينا اللايف، الله يجازيكم بالخير. العزيز علي الطنجاوي بارطاجي اللايف. شميشة زوينة ولكن قاصحة عليها. يلا الإخوان السلام عليكم. سلام خويا الطنجاوي، كيدير صباح كلشي مزيان؟ الله يحفظك أخويا أحمد. إخوة الله يجازيكم، تسكيو في بانطايا اللي كيسمعني واللي كنسمعك، الله يجازيكم. تفضل أخويا أحمد. بنسولك خويا الطنجاوي، ملي كتبغي تبدل الأوراق كيطلبوا لك حسن السيرة، ملي كتبغي تبدل ديال العامين. واش عندك رايغو فورماسيون؟ لا عندي الرايغو سوسيال. الرايغو سوسيال اخويا ملي كتجي انت اي واحد عنده الوراق ملي كيجي يبدل ما كيحتاج حسن سير اخويا، حتى الناس اللي عندها الرايغو فورماسيون بغات تبدل اوراق الخدمه ما كتحتاج حسن سير. الكونتراتو ديال الخدمه. واخا شحال خدمتي في عندك الوراق ديال العام تبدل عامين دابا خصك ياك؟ واه دابا باقا ليا خدمت 4 اشهر، باقا ليا شهرين كمل 6 اشهر، والوراق غادي يوفاو في شهر 11 27. مزيان، يعني انت في شهر 6 ولا في شهر 7 غتكمل القانون ديالك. واه شهر 6 شهر 6 غنكمل. ملي جاوبوك اخويا الطا اللي درتي الاولانيه داروك باقا يعني درتي الخدمه ولا في نفس الخدمه باقا؟ لا باقا الخدمه عندي فينيت دير معاه كونترات الخفي. كونترات عندي انفينيتي في الطريحه في الحكومه. غير بغيت نقصد لك انا، واش النهار اللي دار لك الطا ديك الشركه وبقيتي خدام معاه ما حبستيش ولا بديتي خدمه؟ خدام معاه. مزيان خدام معاه. انت يا دابا باغي تكمل معاه حتى تبدل نو ضروري. مزيان كيخلص مزيان، راه مزيان يعني ما كيخلصش مزيان، راه حقك تبدل. هنا ملي تجي باش تبدل اخويا انت ولا كنتي هنا ملي تجي تبدل واخا ما يخلص مزيان راك عارف شوف عندك اوراقك راني ما تسمعش في حقوق، عندك اوراقك ما تسمعش في حقوق. انا واحد الشخص اللي كنهضر معاك في القانون، عندك الحقوق ديالك ما تسمعش فيهم. خدام مع واحد ما كيخلصكش مزيان الله يجعله يلا يكونوا جاوبوك فابورابلي، سمح فيه ومشي لخدمه اخرى، ولا هو يدير لك سبيديدو ومشي لخدمه اخرى. باش دير طبقه بونيطاريه من احسن تحول باش هو يدير لك سبيديدو. علاش؟ قولوا خلصني مزيان ولا عندك لاريبي كنت خدام معاه حتى غدا ولا بعده يدير لك هو باخا وسير خدم بلاصه اخرى، ولكن انت ولا كنتي صابر باغي تصبر باش تبدل الاوراق حاجه اخرى، ولكن خصك تعرف بان انت راه عندك الحق تبدل ولا هو دار لك سبيديدو، واخا ما تكونش خدام غتكون كتفيرمي غير عليه. تقدر غير رومي شويه في الطنجاوي في السوايع، فهمتي؟ حنا قلنا تنكملوا 6 شهور وهنا غنبدا نحكر معاه، باش لقى لي الطران لا الطران نقول صافي نمشي نقلب على خدمه اخرى والله يعاون. باش الساعه باش يفهم هو راسو راه غادي يزيد. غير باش يزيد الاخر. نفهمك واحد دابا الكونترانتو خط نجاوي دابا تسند، دابا الكونترانتو انديفينيدو فيها دايرين فيها 40 ساعة لونيس ادومينغو، يعني شحال خاص تخدم من ساعة في النهار؟ خصك تعرف بأن واحد القضية راه هذيك الحد والسبس راه كتكون في كونترانتو، هذيك ما خصكش تخدمها، هذيك كتدخل اوتوماتيك. وين هما دايرينها في كونترانتو لونيس ادومينغو. دار لك 40 ساعة، راه عندك 40 ساعة من لونيس ابيرنيس فين دي سيمانا نو فيش طيبو هي دايرينها هي الكونترادو دايرين لونيس دومينغو 40 ساعة نو. يعني انت خصك تعرف واحد القضية، السبت والحد ما كيدخلش في الكونترا في حالة واحدة كتخلص فيه مضوب. ولا واش دابا الكونترادو اخا طنجاوي فيها لونيس دومينغو 40 اورس تيق ولا ما تيقش؟ عليا باش نكونوا منطقيا، انت شحال كتخدم سوايع في النهار؟ 14 12 10 10 10 سوايع، يعني 10 سوايع انت تضربها من الاثنين للحد مش حال
وراه 70 ساعة أو 70. خصو يزيد لك كونتراتو اخر بحال اللي عندك باش تولي انت ويا قد قد. وطبيعة الحال الا خاص يزيد يعني كونتراتو انا يعني قانونية. اسمعني مزيان، عندك الميساخيج بينك وبينه ياك؟ ضروري اه. انا تبع القانون، كتب له ميساج قول له كيفاش انا عندي في كونترا 40 ساعه وانت كنخدم معاك 70 ساعه مثلا في السيمانه، 60 ساعه في السيمانه، 60 ساعه في السيمانه ولا 58 ساعه في السيمانه. قول له راه هذيك السوايع اللي كنخدم زايدين على 40 ساعه خصك تخلص لي فيهم ابارتي. دابا انت ديالك غادي لك هو 40 ساعه، 40 ساعه راه مقول بك. يعني خلطه نجاوي الا كملت مع العام وجمع الطروفه ديال هادشي اللي مثلا بروفيت شار، يعني في بروجي شيكم شي درت محامي ودعيته غادي هاد العام كامل مثلا اللي داز غيخلصوني فيه؟ لا لا والو، سك دابا تهضر على راسك، تهضر على راسك، حيت هذيك 40 ساعة اللي عندك أنت من الاثنين للحد راه عندي أنا في كونتراتو ديالي أخويا، عندي أنا في كونترا وما كنخدمش السبت والحد، ولا خدمتهم كيخلصني فيهم أبارتي ما يقول على 90 أورو السبت والحد، 90 90 أورو إلا بغيتي تخدمهم. ومشحال الوحدة النهار خصك تمشي بحالك، ماشي تبقى حتى الخمسة د العشية. مسطرة قانونية كيقول لك بأن 40 ساعة، 40 ساعة فين دي سيمانة راحة ما عندكش حق تخدم، ولكن ولا كانت الشركة بغات عندها الخدمة وبغات تخدم معاها بينك وبينها ما عندهاش علاقة بحاجة أخرى. فكر عليه خطا نجاو، درت معاه جيت عنده قلت له الكونترا فيها 40 ساعة طرطر، قال لي لا الكونترا راه هذيك أنا هدرت خاصك تخدم لون. عطيني النومينة شنو كيجي شنو كيكسب لك فيها في النومينة؟ شحال كيكسب لك فيها كيخلصك في الشهر؟ المهم هنا تيبيندي كل مرة وحدة كتجي 1300، 1250، 1000 الماكسيموم مرة وحدة جات 1166 بحال هكا. وحي الدومينغو، دومينغو داك الحدودة ما كنخدمهمش على كواترو دياس بور الميس ليبري. يعني انت ياك السبت كتخدمو كياكلك فيه. اه جوج سوايع في النهار كياكلك فيه. المهم انت صبار ماشي مشكل، يعني عندك عندك الحق في هذا الشيء هذا اللي غادي دير، ولكن اللي كنقول لك انا ماشي مشكل ما بقى لك والو، تبدل الوراق ديالك صافي، بدل الوراق ديالك ومشي نيشان خدمه اخرى. هاك الشيء اللي كنت تخدم الله يحفظك. تبدل ملي جيت تبدل صيفط لهم كونترات الخدمه صافي والنومينات. كما درنا معاهم وحنا قدينا الاوراق قلبنا على الاوراق ملي دبرنا عليهم قلنا الحمد لله، ملي تلقى الخدمه كتلقى عاوتاني المشكل في الخيف في برك ينصب العيبات. انا شوف انا بزاف ديال الناس ما كيعرفونيش، انا نقسم معكم انا راسي جاوبوني 19 في جوج القانون، ولا كنتي كتعرف القانون غتعرف شنو كدير. انا جاوبوني 19 في جوج، خدمت مع الشركه حتى نهار 4 في 4 جبات النومينا الثانيه ما عجبتنيش، قلت له خصك تزيدني في هذه النومينا راه ما خداماش هذه النومينا هذه وماشي هي اللي درتها معك في كونترا. شديت مع الزكاير قلت له ما قوسي عليش غادي ندعك، دوز لي نومينا ناقصه 200 اورو، قلت له والله وما زدتي ديك 200 اورو سندعك. اقسم بالله هادشي اللي كنقول لكم الى حقيقه، راني بدلت الشركه على شهر 45 يوم خدمت معاها، بدلت شركه اخرى وراني خدام وكنتخلص بلا خدمت سبس ابارتي وخدام من نومينا زايده على النومينا اخرى ب 380 اورو علينا 400 اورو اقسم بالله. وراه انا خدام في البني، يعني في البني بحال بحال، يعني من البني لبني ماشي بدلت انا بلاصه اخرى. غير واحد القضيه انا ملي قلت له هكذا شوف، يعني ولا كنتي كتفهم في القانون غتعرف اش كدير، وهادشي اللي كنقول لكم خصكم تعرفوا، ولكن الخيف كي يقول لك الحق ديالك ماشي معناتها تقول له صافي غنمشي في حالي، لا قول له زيد لي في ديك النومينا ولا غدا على الصباح غادي ندعيك عند الخويس. كيفاش هاد الطنجاوي كيما كتسمع انا قوز ليا ناقصه شحال 215 اورو ناقصه، وملي انا كنشوف الكونترا مكتوبه فيها ثمن وهذه مكتوب فيها ثمن، يعني انا قوز لي هو 1250 وما سومينوس راه خصو يزيدني 250 الاورو، يعني الثمن ديال البني راه هو هذا، يعني انا ماشي ايو دانتي، انا انا بناي كندير كلشي، يعني خدمه هي. قال لي لا راه كنخصك تجيب لينا، يعني كنخصك تجيب لي اوتونومو، يعني دير اوتونومو ندخلك معنا تولي تشد 3000 4000 معنا في الشهر، يعني اوتونومو. انا دابا في الترخيطات ديال دوس انيوس ما طلبتلهمش اوتونومو، ثاني بالدراري المره نطلب لهم اوتونومو، يعني يديروا لي اوتونومو وكوتيزاسيون هنا باش يستافدوا حتى الاخوان اللي كيتفرجوا فيا. قلت له شوف هكذا والله العظيم، وانا كنت عول باش يدير لي سبيديدو، كنت باغي سبيديدو ديالو انا حيت بغيت نبدل. قلت لكم دائما البلاصه اللي ديروا فيها الوراق يعني تبدلوا فيها الوراق حاولوا تبدلوها ما تطولوش فيها فالي. شنو درت انا؟ قلت له انا ماني انا فاموس الخويس. قال لي كيفاش؟ قلت له ماني انا فاموس الخويس، وانا عملت واحد اللعبه ديال قلت له بالي انا نهضر مع ابو غادو ديالي
طن طن بقيت كنهضر مع واحد صاحبي واحد 10 دقائق ورجعت لعنده قلت له بالي بالي مانيانا طودوس نوميناس. قلت له نومينا صيفط عند الخويس وكونتراتو. قال لي علاش؟ قلت له نومينا عندي فيها ثمن وكونتراتو عندي فيها ثمن، خصك تعطيني اللي في كونتراتو. قال لي لا كونتراتو غير كتبناها. قلت له لا، قلت له كونتراتو خصك تصيفط لي اللي في كونتراتو. وشريتها في ثانويه وحق تفاهمنا انا وياه ودارها في كونتراتو. والسبت الاحد انا ما كنخدمهمش معاه، ما عمري خدمته مع هذاك السيد هذا، ما كيخلصش فيهم اقسم بالله. مانيانا صيفط لي النومينا خوتي وحبابي اسمحوا هو هذيك صيفط لي 200 اورو 235 اورو وصيفط لي معها الوراق ديال سبيديدو بانه هو جرى عليا بالخدمه. وهذاك هو النهار العيد عندي انا اقسم بالله. وغدا ديالها على نهار هاد الشركه هذه وهي اتصلت بها، جيت عندهم دوزت طبيب الشركه صيفط لهم كورسو ديال 20 ساعه. الناس ديال البني كيعرفوه بان كورسو ديال السيكوريدات الحمد لله راني خدام، ولا خدمت السبت كنتخلص فيه، ما خدمت شي ما كنتخلص فيه. والنومينه ديالي من الاثنين للجمعه نظامات. يعني انت خصك تعرف كيفاش دائما تخدم على الاوراق ديالك، تعرف كيفاش. راه ماشي قالوا لك ستران خيريه يعني انت يعني ما خصكش تسمح في الخدمه اللي تخدم فيها الاولى، لا قالوا لك راه ما خصكش تسمح في الخدمه وتمشي تنعس. راه كاين الناس غالطين. يعني غنعاودكم هذه القصه ديالي انا وغنقسمها معكم في الفيديو باش تفهموها. والله اخويا العزيز اسمحوا لي الاخوان علاش طولت مع الاخ، حيت هذه مهمه. هو دابا راه ما بقى له والو، يعني هو دابا دايز صافي، هو كما قال احمدان راه داز. ولكن انا النهار اللي عطوني فابورابلي وبصمت حيت المسؤوليه ديال الاوراق، حيت عارف راسي كاين الخدمه الحمد لله وعارف راسي شنو كندير. يعني ما غاديش نعاني ديك المعاناه اللي عانيت انا بالاوراق، ما غيدوزهاش علي انا الخيف اسبانيولي مغربي كما بغى يكون نوع ديالها. انا دوزت عليه الدكدكه، بغيت سبيريدو جبتها من عنده. قلت له ماني انا وهي انا ما كاينه ماني انا لا والو، كنت كنخليها تنطيبو مزيان وكنرمي له شي هدر كنعصرو غير بالفن غير بالفن. كنقول له راه خصك تعرف القانون، راه عندي الحق ديالي في السهر نريحو، راه عندي الحق في الطبيب نمشي للطبيب، وعندي الحق ديال البخه وعندي وقلت له راه مراتي قربت تولد خصك تعطيني هذيك يعني ديك الراحه ديال المهم. لعبت له على الاعصاب ديال مو ديال الاعصاب ديالو. هادشي اللي كيبغي مني توم عاودوا القصه ديالك. دائما الخيف يخلي الاسرار ديالك بعاد باش نهار اللي تبغي تقول له شي حاجه ما يكونش عارف عليك ديك الشيء هذاك، باش ما يتماش يقول لك لا انت مراتك ما حاملاش ولا كذا دا دا نو. انا ما كانش دار لي هكذاك شنو كنت غندير له؟ كنت غنقول له بان راه خصك تعطيني باخه ديال الشركه، راه مراتي تولد غنصيفط لك الوراق قربت تولد، وراه غا برانك هذاك ما درت غا برانك وصافي يعني بحال برو. المهم انا جحدت لي الخطه ديالي الحمد لله، عطاني سبيديدو وكتب لي في الورقه ديال سبيديدو ماشي جرى عليا حيت ما انا ما كنخدمش ولا انا ما بغيتش نخدم ولا لانه مين انا، كتب لي بان الشركه ما بقاش عندها خدمه بزاف وما كاينش باش ما يقدرش يخلص الخدامه، وهو اللي حبسني. هذا داك اللي كاين. تحياتي لك اخويا العزيز. المهم غادي نرجعوا للجروب ديال التليجرام اللي غنسالي اللايف، غندير لكم الجروب ديال التليجرام تحت في البانتايا صافي. خويا كريم مدريد تحياتي خويا كريم ايرمانو، صيفط لي النمره ديالك اخويا كريم ما بقاش عندي، مشى لي التليفون الاخر. تحياتي اخويا حميد احمد، ديك الساعه ندير لكم الرابط ديال التليجرام وغنولي نتواصل مع بعضنا في التليجرام صافي كاملين بينا. كورو كولوم تا هو غادير لنا شي فيديو اللحظه الله حسن نديرو ليكم، غندير لكم فواحد الباخينه اللي كتخلص عليها الفلوس، وانا غنوريكم كيفاش كنسكاني من التليفون ونمشي للمونتاج ونحيد ديك السكاني ونخليه بلا ما نخلص عليه. واه راه مهم هذاك زوين. الله يحفظ ديك خطنا نجاوي. تحياتي تحياتي. يلا الاخوان بارطاج غنبعد من هنا، راني ما فطرتش مزيان دخت والله الا دخت والله الا جاتني الدوخه. انا في الراسترو الاخوان خوتي قولوا لي واش كتشوفوني مزيان ولا لا، حيت مع الحراره ما كتباليش بانطايا مزيان. خوتي اللي معايا واش كتسمعوا الصوت مزيان؟ واش كتشوفوني مزيان؟ الله يجازيكم بالخير. ولا ما كتسمعونيش مزيان قولوها لي الله يجازيكم. ما كتسمعونيش مزيان ديروا ميكرو سالم. سي 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 مزيان موي بيان غراسياس جمال. سي يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف. المهم كما كتشوفوا دابا راه كيسينياليو لينا اللايف الاخوان الله يجازيكم بالخير والله الا اللايف كيتينيالا. ما عرفتش شكون كيسينيالي ولكن انا عارف بان اعداء النجاح ديالي شكون هما البان.
يلا رمضان طلعوا الاخوان تحينا هذه السينيات العلامه كتولي حمراء هنايا صافي اللايف كيتاح حيدو انا الله يرحم والديك قوم يطيح الله يبارك شوفوا غال اللايف كيفاش كيه حراره يا الاخوان والله العظيم خويا عمر السلام عليكم خويا الطنجاوي مليح حدك اخويا عمر اخو الله يرحم الوالدين تكيف بانطايا اللايف كي تينيالا الله يجازيكم بالخير اللي عزيز علي الطنجاوي مرحبا خويا عمر خويا الطنجاوي بالنسبه للناس ديال اللجوء راكو لابورال خويا العزيز انت دابا شحال خدمتي على هذا اللجوء اول حاجه قبل ما نهضروا على هذه الخدمه استقترب بان راه اسيلو الناس اسيلو ما بقاش عندهم الحق يمشيو للريغو لابورال ماشي انا اللي كنقولها هذا اللي خرج في القائمه الرسميه ديال الدوله مشكله يعني الناس اللي عندها يعني الناس اللي عندها اسيلو ما تقدرش تمشي للريغو لابورال يعني تقدر تمشي للريغو سوسيال ريغو فورماسيون ريغو فاميليار دير طريقه يعني غير هو قبل ما دير هادشي من واحده من هادشي هذا خصك دير تنازل على هذاك الاسيلو ما تبقى تسال فيه والو غير ديك كوتيزاسيون ديال الشغل اللي خدمتيها ولا شحال خدمتيها كتبقى عندك في لا اداره بورا ديالك نهار اللي كيكون عندك الوراق قانونيه كتولي عندك ما كيحيدوهالكش خدمت بها عام 8 شهور وصافي وصلت العامين صافي قريب ندفع هو يدخل عليا هذا القانون انا شوف على اللي كنقول هو هذا ولكن يعني كنترجم لك زعما داك الشيء اللي خرج قانونيا وهضر عليه المحامين ديال اسبانيا كامله ولكن انتيا يعني ما اش غادي تخسر دابا هاد الخدمه اللي كتخدم مع اخويا واش خدمه مزيانه يعني كيخلص مزيان كيفاش خدام فواحد الماسين كيخلصو مزيان يعني انت عندك ما عندكش واحد القضيه حالي بحال صحاب الورق علاش ما ديرش واحد القضيه كل يوم لا الناس ديال الاسير ولا كيخدموا قانونيا حتى هما كيتخلصوا مزيان بحال بحال اي واحد ما بغيت نقصد لك واحد الحاجه اللي بغيت نقصدها اللي بغيت نشرح لك مثلا الاخوان بارطاجيو لينا الله يرحم والديك نقصد نشرح لك واحد القضيه واش ما تقدرش الشركه تعطيك اوفيرتا وتمشي دير باخد اسيل وتدفع وتبقى خدام معاهم حتى يجاوبوك او لا تريح حتى يجاوبوك قلتها لهم ما بغاش ضروري خص تكون غلط واخا واخا دير باخا دير اسيل وقول لهم اعطوني لي كونتراتو تندفع يجاوبوني ونرجع نخدم معاكم ما يمكنش يعطوني بري كونترا انا راه يلا سنيت كونتراتو في خود ديسكونتينو السلام عليكم داري كي داير بخير هاني هو هذا مشى مشى صاب لا يا دابا ما عرفت معايا من غادي ثلاث سنين داير مباشر انا اجي عند الحاج من عند اهلا الخويا كريم والله ما شفتك اخويا العزيز بخير هاني وانا الله ينورك اخويا كريم الله يرحم الحمد لله اتهلا لي في كريمه والحاج اتهلا فيه والله العادي مالها شير ديالي كان هو هذاك الله يحفظك الله يسهل عليكم الله يعاونكم الله يحفظك اسمح لي اخويا عمر لا ماشي ماشي ولا سنيتي معاهم كونتراتو واه في خو ديسكو ولا سنيتي معاهم كونتراتو ولكن واحد القضيه هذيك كونتراتو راه خدام فيها اسيلو كيقول لك خصك تجيب لينا كونتراتو اخرى يعني وحده اخرى يعني الشركه دير لك باخا من سيكوريتا سوسيال من التا وتعطيك واحد بري كونتراتو ماشي كونتراتو بري كونتراتو يعني مكتوب فيها شحال سوايع تخدم ومكتوب فيها شحال غادي يخلصك يعني سالاريو مينيموم تي بروفيسيونيل يعني هما ما بقاوش كيقبلوا هذيك كونتراتو اللي انت فيها التا تسعى عليهم يعني خاصك دير دابا يعني ولا بدلت الشركه ولا بدلت الشركه امبريسا اخرى ولا بدلتني امبريسا ودبرت كونتراتو اخرى ما باس انا هذا هما كيقول لك في حالات ويلا انت بغيتي تدفع في نفس الشركه نيت اللي عندك دابا خصك ضروري تطلب ليهم طلب ديال دير باخا من اسيلو وتقول الشركه دير لك باخا من سيكوريتي سوسيال وتدفع للسترانخيريه ببري كونتراتو جديده ماشي اللي خدام معاه ولكن كنت تبدل شركه اخرى صافي كتعطيك شركه اخرى بري كونتراتو كتدفع بحال اللي غادفع ريكو سوسيال فهمتي ايوا صافي انا راني قلبت على شركه اخرى هي صافي غادي نهز هذا الكونترا هذه وغادي نمشي كاين شركة أخرى ما تكونش ديجا ألطا في أسيلو ها؟ ورا داير لي ألطا ودير لي البقر ها؟ يعطي لي كونترا ولكن خصني نكون تحت شوف الشركة شركة أخرى خصك تكون فيها ألطا شركة أخرى دابا أنا دابا أنا نقلب على شركة أخرى غادي نكون فيها ألطا شركة أخرى الشركة اللي غادفع بها ما خصكش تكون فيها ألطا صافي ولا في حاله واحده تقول لهم ديروا لي باخا
ديروا لي باخا هاد الكونترا اللي دايرين بها ارتو، عطيني واحد بري كونتراتو كتوعدوا لي غنزيد نخدم معاكم اللي غيعاودوا يعطوني اوتوريزاسيون اطرا باخا، يعني غيعطيك واحد بري كونتراتو بحال اي واحد اللي غيتفرغ سوسيال صافي. واخا دابا انا واش فهمتي؟ واش فهمتك فهمتك. دابا خصني يعطيني المهم كونترا جديده وغادي ندفع لهم بها. الله يرحم والديك. بري كونترا ماشي كونترا، خصك تكون باخا. نكون باخا اوكي. الله يسهل عليك اخويا. الله يحفظك خويا تنجاوب. الله يسلمك. نجيب واحد الاخوان، نجيب واحد الكافي. واو شحال دعامر هنايا ما نقدرش خويا عمر. شوف غندير لكم جروب ديال التليجرام، ماشي غنديرو راه عندي، غادي نحطو في الباحثه ديالي التيك توك في الصفحه ديالي، تما اي واحد بغى شي سؤال مرحبا به. الله يسهل عليك اخويا العزيز. يلا الله يحفظك. شكرا خويا. الله يسهل. السلام عليكم صفا. السلام عليكم. اللي معنا ما كنسمعوش، نهبطو نشوفو شي واحد اخر. حسن شكرا. والله الا بغيت ندير غير شي كافي عامره الدنيا. يلا الاخوان الله يبراه هبط الاخوان. علاش هبط اللايف؟ حيت كاين سينيال بزاف، عندنا اعداء النجاح كيسينيالو الراسترو ديال ساراغوسا. يلا دابا غنشوف شكون كيتفاعل معنا باش نطلعو. والله الا بغيت نطلب شي حاجه بارده، ولكن غنخرجو نمشيو لشي كافي اخر برا ديال الراستروم احسن. هذا اللي كاين الاخوان، بارطاجيو لنا اللايف غنمشيو لشي كافي اخر. طلعني غنطلعكم، ولكن شوف اللايف راه علامة حمراء. الاخوان غنطلع نطلعكم معايا كيف بانتاي، غنخرج غير من هاد الصداع هذا، حيت انا جيت هنايا ما واش نطلب غا قهوه ولا شي حاجه والو، غنخرج شي قهوه لين برا. الناس ديال ساراغوستا، هذا هو الراسترو ديال ساراغوستا، قلبت على جديد الراسترو، يعني بغيت نقصد هذا هو السوق، السوق ساراغوستا. ان شاء الله ملي غنبدل الوراق ديال اوتونومو غادي نجي ندير كوميرس هنا، حيت انا باقي عندي كوميرس ديال المغرب غادي نترجمو هنا في اسبانيوليه وغادي ندفعو ملي غنطلب اوتونومو ان شاء الله. بارطاجيو لينا الاخوان. المهم كوميرس ديالي ديال المغرب غادي نردون هنا، بحال غنقول لك حيت مازال عندي انا، حيت انا عندي واحد المحل كان عندي ديال هيبه ملكيه كيبقى دائما في سميتك واخا كدير تلاتة شي واحد. انتم الاخوان يعني فراشات بحال المهم 102. الاخوان اللي باغي يطلع كيف بانتاي اللي باغي يطلع كيف بانتاي خلاص الله يجازيكم. سبحان الله العظيم. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, mira, tenemos aquí libros para regalar los que... Los no, solo miramos, ¿eh? Sí, vale. Gracias. Hasta luego. Juan, ¿qué pasa? 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 تدور لي كاميرا تشوف واش تخرج الاخوان بارطاجيو لينا اللايف. اللايف هبط حيت انا ساكت ما كنطلع حتى واحد. علي السلام عليكم خويا الطنجاوي. السلام عليكم خويا. كل بخير هاني عمر. باراميكو دون ديفاس. اخويا انا لقيتيني اخويا طلعت لهنايا لمدريد، لقيتيني خدمت مع واحد الشينو، خدمت معاه شي 6 شهور اخويا، كنت كنخدم من 11 ديال الصباح حتى الوحده ديال من 11 ديال الصباح حتى الليل، حتى الوحده ديال الليل. عندك الوراق ولا ما عندكش؟ على ولد الوراق، انا كنت صابر مع هذوك 6 شهور على ولد الوراق. شوف
شوف دائما ملي تكونوا خدامين مع شي واحد اسمعوني مزيان، خدامين مع شي واحد ديروا بروفات بينك وبين ديك الواحد، ماشي بالاوديوز ميساخيت. فهمت دائما كل 3 ايام 4 ايام كاع سيمانه بقى تيفطوا ميساج قول له هاد السيمانه هادي راه خدمناها يعني مزيان، يعني بقى تخلي دائما الدليل بروفا خصك تهلا فيا راه خصك تزيدني عندي يعني كل سيمانه تخلي واحد بروفا، وانت تكون عندك واحد البروفات بانك وعدك على كونترا ماشي 100% تكون عندك، ولكن خص يعني انسان يحاول يجبدها ضروري انت تحاول تجبدها. واللي مهم اللي نقدر نركز لك عليه انايا، اللي نركز لك عليه انايا ولا عندك معاه يعني خدمتي معاه وكيستغل لك وعندك فرصه ما كيخلصكش مزيان، كتمشي ديكلاري في المكتب ديال العمال باش كيجيو عندك من تما، لان خصك تجبرو انت خدام باش كيعمرو لك حتى هو بان انت خدام معاه ويجي كيشكي به باش يحاول يعرف خدام معاه يجيو يعني هذيك الكونترول الدارجه ديالنا كيجيو عندك. ما كنسمعكش مزيان اخويا طنجاوي الصوت كيمشي عندك الصوت مشكل عندك خوتي كتسمعوني مزيان؟ دابا مزيان دابا مزيان خاطرني غادي نشي قهوة باش نجلس اخوتي داكشي علاش. المهم اول حاجه يعني خصك عندك يكون عندك بروفات، ومن حقك اخويا تمشي دير واحد ديكلاراسيون يعني من حق المهاجر يديكلاري، راه ماشي ضروري خصك يكون عندك يعني الوراق باش ديكلاري، راه هاد البلاصه هادي دابا ما بقيتش دابا ما بقيتش اخويا طنجاوي دابا اخويا طنجاوي ما بقيتش خدام معايا، دابا خرجت من عنده دفعت الوريقات دابا في التراميتي عندي الوراق. وانت يعني خرجت كتسول هذا السؤال هذا انا عاد كان ناس قلت عاد التجربه ديالي شنو الوراق تاعتي دابا؟ دابا الوراق تاعي ديال العمايل ديال العمايل ريغو فورماسيون ديال التجمع ديال التجمع صافي تاعتي ريغو فورماسيون يعني استنى حتى يجاوبوك وقلب على شي كورس وقرا كورسو ديالك ومن بعد قلب على بري كونتراتو، يعني حتى هو فيه الجبده ولكن الحلاوه ديالو هو ملي كتبدل ديك الوراق الاخرى. ولكن انا عندي الوراق ديال الخدمه. انت قلتي ريغو فورماسيون نو ما كنسمعكش مزيان داكشي علاش سمح ليا شمن الوراق تاعتي ريغو سوسيال لا ديال التجمع تاعتي دابا التجمع العائلي نو سي ها اللي دفع لك عنده لاسيوناليتي الزوجه ديالك لا وعطيك الوراق بوي ملي كتدفع لك الزوجه ديالك ولا الزوج كيدفع الزوجه ديالو ما عندوش لاسيوناليتي كيعطيوه الوراق بويد ماشي ديال الخدمه. عارف هادشي ولا لا؟ لا ما عارفوش اخو غا باش نفهمك ملي كتكون عندك الزوجه ديالك مثلا عندها الوراق مثلا ديال عندها لاسيوناليتي بغيت نقصد لك الجنسيه كتدفع كيعطيوك الوراق ديال الخدمه، ملي كتكون الزوجه ديالك عندها الوراق بويض ولا الزوج عنده الوراق بويض كيدفع كيعطيو ديك الزوج ولا ديك الزوجه كيعطيوه الوراق بويض على حساب ديك الوراق اللي عنده هو ولا عنده. وانا كان انا في الاول عطاوني الوراق ديال الخدمه من جديد ديال العام عطاوني وراق ديال الخدمه. انت دابا راك مدوخني دابا خدمتي مع السيد قلت لي بلا وراق شور دابا لا خدمت بالوراق انا قلت لك ماشي بلا وراق قلت لك خدمت بالوراق. دابا انت ما متفاهمش معايا باش نتفاهموا انت دفعتي على واحد المراه ما عندهاش الوراق ما عندهاش ناسيوناليتي نو واش مغربيه؟ مغربيه ما كيعطيوش الوراق الخدمه اخويا الوراق الاولاني هذه اللي بغيت نفهم انا حيت انا خدمت بهم اخويا خدمت بهم وماشي هاد الخدمه اخويا واخا خدمتي بهم ماشي قرا فيهم اخويا في الطار ديالهم شنو مكتوب راه ممكن تخدم بهم ماشي ولكن راه ماشي قانونيا ولا شدوك عليهم. اي اسمح لي اخويا السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. لا الوراق اللي شبر هو ديال العام يعني اوتوريسا مكتوبه فيها اوتوريسا تراخر. شنو الوراق عندك انت هنا؟ انا عندي 5 سنين لارغا دوراسيون. عندك ديال 5 سنين شنو مدينه في اسبانيا؟ مدريد. شنو باش تعرفوا بان التعديلات كيتغيروا وهذا الشيء ما كيتفهمش قانونيا يعني ماشي كنقول لك ما يمكنش دابا ملي صححتي لي مزيان قانونيا هنا في اسبانيا ملي كيكونوا عند الاوراق بويد عند المراه كدير الوراق الراجل ديالها بويد ملي كيكونوا عندها عاوتاني العكس الراجل كيدير المراه بويد يعني العكس صحيح ولكن القضيه اللي قلتي انت دابا ما عندكش الجنس يعني في 5 سنين فوقاش واش من عام دفع يلا هادي عام ولا فوقاش؟ يلا عام دابا يلا عام يعني تعديل هذا تعديل جديد يعني كاين يعني الزهر توكا فيه الزهر
انا مجوج يعني انا صبر ريسيدنسي جاتني انا غريبه، حيت انا كنعرف كي صبر سي نو اوتوريسا وترا اخر. هو زهرتي خدم بيها صح مع الخدمه ديالو الاولى، خدم بيها صحتو. انا ملي كنسولكم ملي كنهضر معكم يدي الزوجه ديالي عندها الوراق بحالك، قبل ما يكون عندي الوراق ملي جيت بغيت ندفع بغاو يعطوني بويد، قلت لهم ما خصنيش اقسم بالله. جيت ندير الدوسي ديالي قالوا لي نعطيوك بويد، قلت لهم ما خصنيش، بقيت درتهم راسي. وهاد القضيه ديالك اخويا ولا عندك الوراق ديال اوتوريزاسيون هضره اخر، صافي يعني تخدم عليهم 6 شهور تبدل الاوراق اخرين، ولا خدمتي 3 شهور وجرات هذيك الشركه راه عندك الحق تفيرمي في لينيم حتى تبدل الاوراق د عامين، ما كاينش مشكل كاع. ولكن المشكله اللي كاينه هنايا، ولا بغيتي تبدلهم انت في سميتك، انت ولا بغيتي تبدلهم في سميتك يعني خصك تخدم عليهم بزاف باش تبدلهم. ولكن ولا كانت هي خدامه او بغيتي هي تغير لك ملي غادي تبدل هي، هذيك حاجه اخرى. اولا لا في سميتي يوما سميتك، ولكن شنو في الدار ديالهم؟ خصك تشوف الدار ديالهم شنو فيهم. يعني دابا بغيت عارف زعما نقول لك انا نشارك معكم التجربه ديالي وصافي. الله يحفظك، ولكن قلب لي طاخيطه اختي، شنو كتب في الدار ديالها؟ لا خليك معايا. اوتوريسه ترا لا، واش درت دارهم الراسو ولا درتهم الجوجه ديالو؟ لاحظتوا فيها السميه ديالك انت ولا درتيهم انت؟ راكم لا ما فيهاش، لا ما فيهاش السميه ديالي. يعني انت هي درتي له الاوراق ديال الريغو سوسيال بالكونترا ديالك، هادشي اللي بغيت نفهم. لا انا عملت له التجمع العائلي بالوراق ديالي، يعني طلعته من المغرب. امي 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 ضرني راسي انا اخوتي، والله الا تضرني راسي. يعني دابا هو في الاول ما فهمنيش بانه جاء من المغرب تجمع العائلي، يعني بغيت نفهم. ولا هنا في اسبانيا ودارت لك المراه ديالك الوراق كيعطيوك بويد، يعني انت جبتيه بالتجمع كلارو غادي يجيب الوراق ديال الخدمه. يعني صافي اخويا العزيز، ملي كتجيب التجمع العائلي راه كيكونوا فيها السميه، كيكون على سميه الزوجه ديالك، فهمتي اختي؟ ماشي مشكل عادي، غير هي ولا بغيتي تبدلهم من راسك ولا كنتي خدام، ملي تجي تبدلهم ملي غيموت لك ملي تبدلهم كتبدلهم بالكونترا اللي خدام فيها انت دابا، صافي؟ صافي اخويا. هذا اللي كاين، والتجربه ديالك يعني لو غيتي تقسمها مع الاخوان ديالنا راه باينه. جيتي بالتجمع من المغرب، عطاوك الوراق ديال الخدمه ديال العام، شحال خدمتي عليهم دابا ملي جاوبوك؟ شهور. 6 شهور؟ اه مزيان. يعني انت دابا عندك جوج د الحلول، اي تبدلهم راسك، تطلب ليهم الوراق راسك يكونوا بسميتك، اي تبدلهم على مرا ديالك عادي، ما كاينش المشكل كاع، ما كاينش مشكل لا شي كاع. يعني لو بغيتي تبدلهم راسك كتعطيهم فقط هذيك لابيدا لابورال ديالك، النوميناس ديالك، وكطالب بان باش دير الوراق على سميه ديالك. واش فهمت؟ الله يسهل عليك اخويا العزيز، انا في الاول دوخت كاع نكذب عليك تفلاشيت بحالينا اخويا. الاول مع انت شوف كتهضر معايا شويه ثقيل بحال نقول لك خوفان فهمت. لا باش نجمع المعلومات انا كان خصني ناخذ شويه الوقت، ولكن دابا عارف كتجي من المغرب راه كيعطيو اوتوريزاسيون هضره باخر، ما كيعطيوش شنو اوتوريزاسيون فين ما كيعطيوش اوتوريزاسيون هنا. دابا ملي جيت بغيت نقلب على الخدمه ما لقيتش دابا الخدمه، باقا حارفه ليا في الخدمه هنايا. اخر خدمه خرجتي انت ولا داروك سبيديدو؟ يعني باقا بونيتاريا ولا دار لك سبيديدو؟ دي سبيديدو. دي سبيديدو كتفيرمي في لينين؟ سي. ديال؟ ما عندكش مشكل دابا انتيا، المشكل الوحيد هي خصك تكون جيب عامر تخدم راسك وصافي، من الناحيه ديالها تبدل الاوراق ما عندكش مشكل. عندك سبيديدو والشركه اللي حبستك وخادم 6 شهور وكتفيرمي في لينيم، ملي يجي يموت لك الوراق تكون باقي لك شهرين باش يموتوا لك، كتضطرب يعني تبدل انت يعني ايجارك وانت خدام 6 شهور وعندك سبيديدو وعندك يعني كتفيرمي في لينيم. هادشي اللي كاين، الله يسهل عليك اخويا العزيز. امين الله يكبر فيك. شي حاجه غادي نشوف نسالي اللايف وغندير لكم واحد الرابط ديال التليجرام ديالي الاخوان، غادي نتفرج في ان شاء الله غادي نتواصل. صافي صافي اخويا واه بغيت نخليكم معايا نطلب واحد الكافي مزيان ولا كافي كل شيء كافي نو فونسيونا نو كي يو لا اون اسيو. اه فالي لا Vale, no pasa nada. Hasta luego. طلبت ليها قهوه، قالت لك راه مع الوحده كنشدو على سونا سيغان وباش انا دا واش كارونا كافي دون ديفاس دون ديستاس. كتهضر معايا بحال اللي ضربه الدروغ حتى هاد.
شوف عندي لكم جوج دقائق، قال كافي اخر غندخل فيه، بغيت نجلس باش نهضروا مزيان. قلت لها كافي كوليتي نشرب شي قهوه وشي كرواسه، قالت لك اسير راو مفشين هاد الناس هادو، قالوا اليوم الحد داكشي علاش. خير ان شاء الله خير، شوف شي كافي زوينه كاع نجلسوا حنا داخل البرد. شوفوا انت هذا واش هما يشدوا. هلا كيف تكون لي تيبو فا؟ تارخيطة انا كلشي كيتخلص هنا بالتارخيطة، كنخلصو شي هنايا بالفلوس. عندهم هنا غير القهوة، عندهم غير الحلوف، ما تقدرش تاكل من غير القهوة، ما تقدرش تشرب غير القهوة هنا. غنطلعكم معايا اللي كيتفاعل معايا غنطلع. سولت على التورتيه قالت لك ما عندهمش، حيت عندهم هنا غير داكشي ديالهم ما تقدرش تاكل. شكرا على الدعم ديالكم الاخوان، والله تحياتي لكم، احبكم في الله زعما باز عليكم. كنت اخيط ياس ياس غادي نخرج برا. الله انتم الاخوان ديروا قهوه تجمعوا الترخيطه. الترخيطه هذه خصني نوريها لكم الاخوان، كديرها غراتوس ما كتخلص عليها والو، هي البنكه ما كتخلص عليها والو. انا درتها ملي كانوا باقي عندي الوراق دريكو فورماسيون وهي عندي. يلا على بركه الله غنطلعكم معايا. يلا تكف بانطايا الاخوان يلا. السلام عليكم. يلا الاخوان تكونوا في بانطايا ومرحبا بكم. جاوبني اصاحبي. غنجاوبك يا صاحبي. السلام عليكم. بنتك هادي. عليكم السلام اختي مرحبا. شكرا خويا، عندي واحد السؤال. مرحبا اختي. بغيت نسولك بحال الاخ اللي كان طلع معاك قبيله، انا عندي الوراق ديال التجمع وباش زعما ماشي ديال الخدمه، واش يمكن ليا نخدم بهم الا بغيت نردهم على سميتي؟ جيتي من مغرب التجمع ما فيهمش الخدمه. ما فيهمش الخدمه حيت كما قلتي لي في الاول كيعطيو الوراق البويض. هذاك الشيء علاش انا صدمني، ولكن الزهر ديالو كتوقع يعني الزهر ديالو على حسب الزهر. الزهر ديالو يعني نورمالمون على حسب التعديل اللي غيولي جديد دابا غيوليو الوراق كاع فيهم اوتوريزاسيون ترافاخا، ولكن انت خصك ماشي خصك تخدم عليهم، خصك تقلب على بري كونتراتو باش تبدلهم الخدمه عاد تخدم عليهم. واحد الحاجه نقولها لك، حيت انا ما بقيتش معاه حيت حنايا تفرقنا. ما بقيتيش معاه؟ تكون عندك 3 سنين في اسبانيا وتقلب على بري كونتراتو. انا ديك الوراق مازال لي فيهم عامين، حيت في الاول خديت 3 سنين، داكشي اللي كان بقى لي هو باش يموتوا لي الوراق 3 سنين اللي خديت. ماشي مشكل هذا، انا نعطيك انت دابا واش عندك 3 سنين في اسبانيا ولا مازال؟ لا مازال ما عنديش. عندك عامين؟ حتى شهر 11 جاي نكمل عامين. شهر 11 غتدفع الريكو فورماسيون بالوراق ديال يعني ما فيهمش الخدمه، ولكن غادي تقرا عليهم كورس وغتقلب على بري كونتراتو، غتدفع القانون ديال عامين. ولا كنت غتبقى تستنى حتى 3 سنين غتبقى تستنى حتى تكمل 3 سنين وتقلب على بري كونتراتو وتدفع الريغو سوسيال. ولكن واحد الحاجه اللي غننصحك بها انايا، عندك تمشي تهبط للمغرب دابا
يكون ذلك هو باخا الوراق ديالك، حيت يقدر يدير لك باخا. حيتاش هذاك المشكل كان وقع لي انا قبل، فاش هذاك هو المشكل فاش تفارقنا، مشيت للمغرب فاش رجعت ديك الساعه وما طلق الدار وداك الشيء صافي تفارقنا، ولكن دخلت زعما كنحسب لي ما غاديش ندخل يمكن، ولكن دخلت من المغرب. ما كان عليك، كان عليك تمشي غتخرج من الدار تمشي ديكلاري بان خرجتي من عنده، حيت وقع لك بينك وبينه مشاكل وصافي وخرجتي من عنده، باش ما يمشيش هو يدير لك باخا. حيت لو درتي هذه القضيه هذه قبل 30 يوم او 60 يوم من بعد ما تخرج من عندهم الدار، سبقتي انت درتي ولا الراجل كذلك عاوتاني زوجها وجابته المراه نفس الحاله، كتمشي دير واحد ديكلاراسيون عند البوليس بان خرجتي من الدار حيت ما كيتعاملش معك مزيان. بالنسبه لك هو ما كضروش، نو ما كضروش، انت كتقول لهم بان خرجت من عندهم الدار، كيعاملوك واحد المحضر باش نهار اللي يمشي باش يحيد لك الاوراق يوقفهم لك، غيطلعوا لهم بان تما بانه انت خرجتي حيت هو تعامل معك ماشي مزيان، ماشي انت خرجتي من عند تما، ما يوقفوش الاوراق تيموتوا الاوراق ديالك. بالنسبه للبوليسيه وداك الشيء عارفين باللي حنا باش رجعت انا من المغرب مشيت زعما ديك العرض بانه سد الدار وداك الشيء. الله يحفظك، عندك ديك الورقه؟ هو حيت انا حاليا مقيمه، حيت انا حاليا مقيمه في سنترو ديموفيز. يعني انت ما يقدرش يحبسوك الوراق، ولكن ما تهبطش المغرب تتاكد الوراق واش مزيانين. كيفاش غتاكد الوراق واش مزيانين؟ هي تمشي عند يعني تخرج شهاده السكنه ديالك صافي بالوراق ديالك، ولا ما خرجولكش يعني ولا ما عطاوهمش في السيستم يعني واحد بسرق الوراق. وفين يقدر ليا نخرجها شهاده السكنه؟ ايمتى فين دايره شهاده السكنه انت؟ لا قلت لك زعما الا بغيت نخرجها دابا نمشي لايونتامينتو نهزها ولا كيفاش؟ اي تمشي عند اي مدينه، اي مدينه كيكون عندهم واحد البيرو من غير مدينه من غير بيرو كبير، واحد البيرو في الحومه ديالكم كتقلب من تخرج شهاده السكنه. المقاطعه ديالكم اللي في الحومه ديالك كتمشي تخرج شهاده السكنه ديالك بالديني ديالك كيعطيوها لك. واحد الحاجه اخرى مثلا انا واخا ما تسنيتش عامين دابا مثلا نبغي نخدم انا يعني نخدم نمشي نديكلار بانني يعطيو لي واقيلا شي ورقه كانوا قالوها لي من سيغورو سوسيال بانني باغيه نخدم دوك الوراق عندي باغيه نخدم بهم. شكون قال لك هذا؟ هكا غير الناس هكا وصافي ماشي شي حد اللي زعما هكا ما عارف ولا باش انا الا لقيت شي حد عطى لي الكونترو بغيت نقد نقلبه ولا سميتي دابا ما نقدرش. تريسانيوس. تريسانيوس، تريسانيوس تكون عندك في اسبانيا 3 سنين. واحد انا دخلت في 2022 اللي دخلت والوراق يوفوا لي 2026 شهر 5. راه ماشي مشكل الوراق فوقاش يموتوا، واخا يبقاو الوراق عامين ما يموتوش تبدل الوراق، ولكن خصك تكون عندك انت 3 سنين في اسبانيا، يعني الشهاده تكون فيها تريسانيوس. ولكن ولا بدلوا قانون قبل شهر 6 راه غيكونوا تعديلات ونقصوا في الريغو سوسيال تكون غا عام ونص ولا عامين، ديك الساعه يكون عندك الحق نسيه تقلب على كونترا تبدل الوراق. ولكن هذوك ديال الريغ فورماسيون هذوك اللي كيعطيو ما ماشي ديال الخدمه حتى هذوك؟ لا لا ماشي ديال الخدمه، خصك تقرا عليهم كورسو غير هذوك يكونوا في سميتك ماشي في سميت الراجل. نقرا كورسو من بعد يمكن لي نقلب ديال عامين. تقلب ديال عامين بوعد العمل، يعني بواحد يعطيك وعد بانه يخدمك واحد كونترا اوفيرتا دي ترافاخو غتبدل الوراق ديال عامين. صافي واخا دابا فهمت. مشكل اختي الله يسهل عليك. مرحبا. مرحبا الوالدين شكرا. مرحبا. يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف، الله يجازيكم بالخير. بارطاجيو لينا اللايف جزاكم الله خيرا. انا كيعجبني بنادم اللي كيتصنت فهمت؟ بنادم اللي طلق ودنو كيعجبني. مجموعة اخرى راه انا اللي فهمت فيكم. السلام عليكم خويا طنجاوي. وعليكم السلام خويا عزيز مرحبا. انا اخويا كلشي مزيان الله يحفظك اخويا الله يجازيك بالخير. المهم اخويا المشكل ديالي انا المهم باقي ما مكملش عام في اسبانيا وخدام مع واحد السيد هنا في مدريد خدام مع في العلاقه نهار الجمعه دخلوا عندنا الناسيونال فهمتي وانا ما فاهمش في القوانين ما فاهم في والو فهمتي وداوني ما كانش هو لقاوني انا خدام داوني داوني المهم داروا معايا استجواب هو ملي دوا معايا في التليفون قال لي قول لهم انت ما خدامش معايا وانا ملي قلت لهم كلمه ودي راه ما كنخدمش معاه راه كنجي عنده مره فهمتي وداروا لي المحضر ديالي بانني غا ضحيه المهم عطوني الباسبور ديالي وداك الشيء قالوا لي تعيطوا لك للمحكمه هما دخلوا شافوني فين كنعس وسط المحل شافوا كل شيء فهمتي علاش اخويا عمرك تنكر اخوتي عمركم تنكروا دابا انا ما عارف شو هو دابا فهمتي هو دابا قال لي لا غادي يشدوك يدوك للحبس يردوك للمغرب انا ما كنتش فاهم
فهمتي دابا انت غتبر هو وغتمشي فيها انت لا ما غيمشيش فيها انت ما غيمشيش فيها شوف نعم خويا اول حاجه واش بروك خدام كتحلق لابس حوايج الخدمه ولا غير جالس لابس داوني بحوايج الخدمه بقاميج الخدمه فيها السميه فيها كلشي خويا العزيز راه من حقك دابا تراجع في كلامك صافي المحكمه كلامك في المحكمه قول لهم راه كنت مهد يعني كان كيقول لي ما تقول لهمش انا خدام معايا نعطيك الوراق ما دام هو دار لك هكذا واش كان كيخلصك مزيان ولا كيستغلك هو خدام معانا بحال قلتي بالنص دابا حسنتي البنان كدي بالنص ولكن ماشي في كل شيء المهم هو بحال قلتي كدي 5 اورو دابا حنا خدامين ب 15 اورو 10 اورو انا كندي فيها 5 اورو اللي كندي فيها نحسنتها ب 30 اورو عندي فيها 5 اورو اسمعني مزيان بارطاجيو هاد اللايف اخواني خدامين بلا اوراق بارطاجيو هاد اللايف وديجا درت لكم فيديو البارح ياك وغنزيد ندير لكم واحد فيديو ناكد لك اول حاجه انت المحضر ديالك غادي تراجع في ديك المحضر في المحكمه تقول لهم بان انا سيدي ما تقول لهمش في النص ها ما تقول لهمش في النص ما قلتيلوش خدام معاهم في النص ما تقولوش خدام معاهم في النص قول لهم راه كل شهر كيعطيني يعني انت قدر يعني هو اصلا ما عنده فاش يقدر يعطي واحد حمولطه يعني انت اللي ما عندكش الاوراق ما هو راه عنده اوراق قانون ديالو ما عنده ما يديروا له يخلص واحد حمولطه صافي فهمت ولكن انت لو بغيتي يعني الحقوق ديالك هي تابعه بان راك خدام معاه عرفتيني دابا المشكل الحقيقه خدام معاه يعني ماشي كنكذبوا على شي واحد دابا المشكله هو اش قال لي قال لي ودي هو بيصيفط معايا المحامي ديالو صبليوني فهمتي وقال لي الا مشيتي عندهم قول لهم ودي انا عا كنجي عنده هو صاحبي كنشطب ليه المحل ملي لقيتوني نتوما هو قال لي افتح المحل شطبو دخل لك ليا نزيت انا الماكينه بديت كنحسن هو ما قال لي والو هادشي قال لي قول لهم فهاد القضيه هادي غتقدر يدوزوك اخويا نيشان نصرا خيريه علاش حيت هما عارفين انك انت خدام جدوك في الخدمه هادو راه بوليس ماشي كيلعبوا اخويا انت ولا قلتي الحقيقه خصك تقول لهم انا خدام وما كيخلصنيش مزيان وانا ماشي باغي نسرق انا جيت غير كنخدم باش ناكل هو راه مسكنني هنايا علاش ولا مشيتي تبعتي ديك قال لك هو غادي تولي انت ضحيه هو ماشي ضحيه الحقيقه هي هادي غتقول لهم انا خدام وانا يعني ما ولا ما خدمتش ما ناكلش هذا هو اللي كاين وانا بغيت الحقوق ديالي حيت كنخدم مع هذا السيد هذا راه ماكشي كيخلصنيش مزيان يعني ما كيعطينيش شي خلاص مزيان يعني انا ضايع في الحقوق ديالي وانا كنتابع هذا السيد هذا باش يعني يرد لي الحقوق ديالي وفي قضيه المحامي اللي غيصيفط معايا دابا هو ما تمشيش مع المحامي انت تمشي بوحدك المحكمه انت راك عندك مشكله تمشي بوحدك المحكمه انت ديال طالب محامي الدوله انت طالب محامي ديال باطل اش دابا هو بحال لا فارض عليا انني نمشي معايا داك المحامي حيت باقي انا كاين في المحل وخفت لي يدير لي شي بلان ولا شي حاجه واه اسمعني مزيان انا شدوني خدام مع السيد جاب الله انا كنت دافع تراميتي وصافي ما كنتش دافع تراميتي كنت غنخرج عليه شدوني انا تراميتي ما طلقوني هو ضربوه هو بملطة انا اليوم نقول لك نصيحه ديالي يا خويا مشي المحكمه غير بوحدك تا ولا مشيتي معاه هذا اسبانيولي ولا مغربي هذا المحامي المحامي صبليوني وهذا يعني معامل خدام مغربي كتفهم اللغه انت مزيان كتهضر فراسك ولا تحتاج مترجم ضروري مترجم ما كنفهمش بزاف يلاه شويه واخا تكون كتفهم اللغه دائما طلب مترجم نصيحه ديالي اي واحد هنا في اسبانيا كيما بغى يكون واحد ديالو واخا كيكون كيفهم اللغه خصو يطلب مترجم علاش كطالب مترجم باش كتسمى انت واحد الانسان مستغل الحق كيمشي معاك ومترجم دائما ما يكونش كيعرف الشركه صافي كيعرفش ان هذه الشركه ولا مترجمه تجيب شي واحد عشوائي وطلب الحقوق ديالك باش ملي كتطلب الحقوق ديالك كتخرج من المحكمه كتبقى تولي تمشي تحضر في الجلسات ما يدوخكش يقول لك ندير لك الاوراق ما دابا هو دابا شدوك خدام معاه غيعطيوه مرتا ديال 10000 اورو ولا 10 مليون ولا 8 مليون ياك هو راه ما يخسر عليه والو يخلصها بالطريطه هو راه خدام هو بحال عنده يعني انسان عنده محلو هذيك 10 مليون بحال 300 اورو مغربيه هو قال لي دابا الا عطوني شي مولطه 6 مليون ولا شي حاجه راه تخلص انت معايا قال لي والمحامي الا بيتي يمشي معاك يمشي معاك ب 200 اورو قلت لي انا اش ندير بالمحامي قال لي صافي نخلص انا 100 وانت 100 واخوتي اخوتي الله يرحم الوالدين بارطاجيو هذا اللايف وهذا الاخ غادي نصحوه لله واخ ديالنا هاد القناه مدرسه الا غننصح بها الاخوان الله يسهل عليك اخو انا كنت كتعطى لي الفلوس ملي شدوني خدام معاه باش ما نقولهمش انا خدام معاه
وانا قلت لهم ما غاديش نقول انا خدام معاكم وما بغيتش فلوس ديالكم. خويا العزيز القانون الاسباني كيقول بانه الا شديه شي واحد خدام مع شي واحد بلا وراك شنو كيتعاقب؟ كيتعاقب هذاك اللي يخدمك ماشي انت. خويا ما تخلص محامي ما تخلص مترجم غتكتب له ميساخي شو هتقول له شوف عمي ديالي انا ما نخلص معك والو انت خصك تخلصني دير لي تعويضات ديالي ولا ما بغيتيشي راه انا في المحكمه غنقول كاع داكشي اللي كاين اقسم بالله ما ينعس بالليل ولا بالنهار تيولي هو يطلب لي يعطيك الفلوس باش انت ما تهضرش ولكن نصحك واخا تعطيك 10 المليون اخويا دائما الحق ديالك هو الحق ديالك. هذا راه مع من خدام مغربي ماشي الصبليوني ولا كان اسبانيولي قام يقول لك هادشي هذا اخويا مغربي. دابا هو عارفني انا ما فاهمش القانون ما عارفش شحال من حاجه فين ديال يلا جاي انا غنهضر معك في القانون اخويا انا نهضر معك في القانون ملي كتدخل المحكمه كتطالب بالحقوق ديالك كتولي انت هنا في اسبانيا كيعطيك واحد الورقه كتبقى تتابع الجلسات ديالك باش كتابعه هو في التعويضات ديالك هذه الاولى. وتقدر الدوله تخرج لك الاوراق على هذا السيد هذا واخا تكون عنده مولطة ولكن ولا هو قال لك غندير لك الوراق غير كون معايا خصك تعرف بانه راه تعطاتو مولطة ما يقدرش يدير لك الوراق خصك تخلص مولطة 10000 فور وهو ما عندوش ليمبيو مع الدولة اذا ما يقدرش يدير لك الوراق يعني الدولة غتخرج لك الوريقات ديالك ولا انت تابعتي الحقوق ديالك بان هذا السيد هذا كان كيستغلك وكيبيتك عنده في المحل وكتخدم معاه وما كيخالصكش مزيان واي واحد بلا وراق كيتستغل من عند شي واحد انا كنقول له سير ديكلاري به باش يجيو هذوك كونترول الخدمه يجبروك خدام معاه. ودابا المشكله خويا هو دابا ملي مشيت انا ملي شدوني الناس هنا اللي كنت عندهم ما قلتش لهم شكاين فهمتي انا خدام معاه انا قلت لهم ما خدامش معاه راه تنجي عندها مره داكشي حيتاش هو قال لي غيشدوك في الحبس تما تبقى تما يقدر كاع يردوك للمغرب فهمتي مشيت لتما خويا ما قلتش لهم انا شكاين. شتي واش خبرك بان هادشي اللي درتي دابا ولا عاودتي في المحكمه يقدر تما يديوك استراخيريه بان انت خدام وراضي بديك الخدمه خصك تقول لي ليهم هايدا تقدر تراجع دابا تقدر تمشي عند البوليس دابا تقول لهم بغيت نتراجع في واحد المحضر ديش واحد كيهضر اللغه مزيان قول لهم هذاك السيد راه كيسكنني معاه ولا بغيتو تتاكدوا اجيو عندي المحل راه هما جاوا شافوا كل شيء فهمتي هما داروا التقرير ديالهم شافوا كل شيء ماشي قلت لك حتى انا راه هما خصك تكون مع التقرير ديال البوليس باش يتعاونوا معاك. دابا هو ملي قال لي انا لا غيديروا لك غيديروا فهمتي راه بنادم مورك عليك فهمتي غيديروا لك انا غندير لك محامي غتخرج هكا وهكا فهمتي راك فاهم انت دابا بلاتي هو نكرك اصاحبي كيفاش يدير لك محامي باش يخرجك هو نكرك الواحد ملي كينكر الواحد ما خدامش معاه راه كيكون ناكرك ما يقدرش يدير لك محامي ولا يدير لك محامي راه كيثبتها عليك بان يثبتها على راسو. هو دابا ما اش قال لهم قال لهم اودي راه ما خدامش معايا ولكن ربع شهور هو كيجي لعندي فهمتي واخا ايو داونا بيس ولا شي حاجه نو باس انادا هذيك راه داخله فيها حتى هي الخدمه ما كاينش اخويا. يعني انا غنقول لك شوف انا غنصحك انا غنعاونك خويا وعزيز عليا صافي الله يسهل عليك وانت خويا ملي غنسالي اللايف التصويره في كاين ابونيز ديال التيك توك تحت منا غادي ندير واحد الرابط ديال التليجرام وغتدخل عندي تما وغتصوني عليا ديريكت صافي صافي اخويا الله يسهل انا غنجاوبك وندخلك عندي للخاص صافي الله يسهل عليك شكرا بزاف الله يسهل عليك مرحبا الاخوه بارطاجيو لينا اللايف الله يجازيكم بالخير. بيدرو سانشيز غدا مانيانا لونيس ياه غدا نعرفوا بيدرو سانشيز واش غادي يكمل في الحكومه ولا لا. انا كنقول غادي يحكم غادي يكمل في خو خرج عليه طول وعرض خرج فيه البارح طول وعرض خرج فيه طول وعرض البارح قال لهم بان هذا كيبغي مصلحته قال لهم 5 سنين هو كيحكم دابا هو كيقلب على مصلحته ما كيقلبش على مصلحه الشعب. يعني غادي يرجع بيدرو سانشيز غدا بواحد القوه جميله ان شاء الله. الاخوه اللي ما مشتركش يشترك معنا الله يجازيكم بالخير ومرحبا بالجميع ومرحبا حتى بالناس اللي كيتقوا ودنهم معنا ما كيهضروش معنا راه كيطلعوا ليه كاملين بكم المنافسين حنا ما حصوريين ما محامين ما والو حنايا. السلام عليكم. السلام خويا بخير. الله يحفظك اخويا العزيز. مرحبا اخويا العزيز. الله يوفقك اخويا عندي واحد السؤال الله يكثر خيرك اخويا مبرزطني. مرحبا اخويا ان شاء الله يكون عندنا سؤال ان شاء الله الجواب ديالك. الله ينورك اخويا. كنت انا واحد الصديق خارجين هو عنده الوراق انا ما عنديش الوراق واحد السيده مغربيه ما عرفتش كيفاش حتى شدات فيه بدات كتعير فيه وهذا وصلوا للبوليس وهذا وانا حاضر لهاد المسائل هذا والسيد ما اداها ما حتى شي حاجه ما كيعرفها ما والو يمكن هي بسيكياتر ولا ما عرفتش انا والله ما عرفتش ودابا انايا ما عنديش الوراق
وطلب مني الصديق ديالي انني نحضر مع المحكمة ونشهد بداك الشيء اللي شفت. واش غادي يشكل لي هاد الشيء هذا خطر ولا لا؟ بعد اخويا المشاكل، سي نصيحة ديالي بعد المشاكل، تقدر هاد السيدة تتابعك اخويا ملي تدخل تشهد بعد المشاكل. الدولة راه هذاك راه عنده ما يمكنش تجي تأدي اخويا، عنده شي مشكل بينه وبينه واخا انت ما عارفوش. بعد مشاكل انا نصيحة ديالي اخويا، وبعد راسك كاع من هادشي هذا. شكرا بزاف اخو، بارك الله فيك. الله يسهل عليك اخويا، تحياتي. الله يحفظك، تبارك الله عليك اخو، الله ينورك، نهارك مبروك. تحياتي. يلا اخوتي بارطاجيو لنا اللايف، الله يجازيكم بالخير. اللي عزيز عليه الطنجاوي بارطاجي اللايف. ومرحبا بالجميع، احبكم في الله. غنكملوا الكافي ديالنا دابا وغنمشيو بحالنا. اولا اميغو داير اولا الوارو، تحياتي اخويا. خوتي دابا نسولكم غير سؤال، كاينه تقريبا 500 بارطاج، تحياتي لكم احبكم في الله يا اخواني في الله. سكيو في بانطايا، الله يرحم الوالدين. خوتي ولا كنت عزيز عليكم والله العظيم، الناس اللي خدامه بلا اوراق وكتستغل، يعني كتستغل، عندي لكم بزاف ديال الطرق قانونيه اللي تقدروا تدبروا على راسكم مع ديك الشركات اللي غتخدمكم بلا اوراق وتستغلكم، نعطيكم حلول قانونيه. شكرا اخي العزيز، شكرا على القلوب. غير هو طالب اخوتي وسطونا 100,000 هنايا، يعني باش اللايف ديالي يطلع. شوف كاين ثلاثه الانواع، كاين اللايف ملي كتطلع علامه خضراء هنا كيعني اللايف غادي 100%، دابا راه علامه خضراء. ملي كتكون حمراء كيعني اللايف راه كيهبط، ما مقترحش كاين شي مشكل. ملي كتكون صفراء كيعني اللايف ديالك ماسومينوس، يقدر يطلع يهبط، يعني كاينه الناس كتاديك. شكرا خويا حمزه على البارطاج، شكرا شكرا. هو طرف ديالي صغير دابا، وصلنا ل 100,000 هنايا، ملي كتوصل 100,000 فوق اللايف ما كيتسينيالاش بزاف، كيكون شويه شاد، فهمت؟ شكرا لكم اخوتي والله احبكم في الله. غادي نشوفوا شكون الاخر اللي غيطلع معنا دابا. كلشي غيطلع الاخوان، كلشي غيطلع. اللايف مازال طويل ان شاء الله، مازال حنا ما بدنا. السلام عليكم اخي. السلام عليكم اخ ديال الطنجاوي الغزال. الله يحفظك اخويا العزيز، مرحبا بك خويا. داير صحيحه الحوال طيبه، كلشي مزيان الحمد لله خويا، جزاك الله خيرا. انا متابع ديالك اخي بزاف، كتعجبني والله. الله يعزك خويا العزيز. عرفتي ملي كنتي كتنصح ديك الدري دابا الثاني هذا، نصحتيه عجبتيني. الله يرحم والديك. الاخ ديالنا اللي كان في الحلاقه، انت كتنصحو هو تيقول لك هاشني، الكلام ديالك كله صحيح. علاش دابا هذا المشكل اللي كيهضروا عليه ما عمرك تمشي مع الخيفي؟ الخيفي راه اصلا مطلوب بالمولطا، قلتي اه ولا قلتي لا؟ صافي، ولا لا قلتي لا جيتي بحال دابا كتنكر ديك الشيء، غيتقلب عليك هو، هو خصو يتقلب عليك باش يخرج راسه. قال لك، قال له انا درت لك محامي باش خرجك، وراه ولا درتي محامي واحد باش تخرجك كتبت راسك بان راه خدام معاك. راه شوف خصو يعرف الانسان بان راه كياخذ الحقوق ديالو، راه هو مستغل، ما هو كان النوع ديالك خدام الاوراق، راك هو كان لك فرصك. واخا تجي غير تساعد، واخا غير صاحبك انت غير تشطبك تما خدام معاك. وانا شدوني خدام انا يقمن ديال الوراق، قلت لهم راه خدام معاك. قالوا لي كيفاش؟ قلت لهم خدام معاك. قال لهم هو اونافيز زعما يودا اونافيز. قلت له نو سي سميتي تراب خاضر ميغوا. هذاك الاخ ديالنا خصو يحرص على هذه القضيه، وخصو يتبع الكلام ديالك، الكلام ديالك انت صحيح كله. الله يرحمك الوالدين، تحياتي. قلنا شو بغيت نسولك. مرحبا خويا. انا تراميتي دابا مدة 9 شهور. انا عايش في ايبيسا. ايبيسا مرحبا. شمن الورق دافع؟ دفعت في الورق ديال الاوبرا اوفيسيال، الخدمة ديالي اللي كنخدم. لا انت دافع ريغو سوسيال؟ سي ديال 3 سنين ان شاء الله. اوبرا تاينا خدام في لبني. مرحبا تفضل اخويا. شوف غير هو بحال دابا انا بغيت عقاشنا فاش تعطلوا عليا، مشيت لعندهم الكاسا ديال المار، ومشات معايا الخيستوريا ديالي، وبقات كتهضر معاها. انا كنفهم شويه السبليونيه وكنهضر بها. جيت انا قلت لها شرحي لي، قلت لها واش عندي شي مشكل في الوراق في الكونتراتو او في شي حاجه لاسيندا؟ قالت لي نو، ما عندك حتى شي حاجه. لحقاش فاش كنت دفعت انايا ضربت 4 شهور ولا 5 شهور، ولا كنا عيطوا للخيستور ديالي تكونيكتاو معاه، قالوا له بغينا ورقه وحده اخرى ديال شهاده السكنه. لحقاش انا شحال هذه كنت كنبدل شهاده السكنه بزاف، كنعرف كدير 6 شهور هنا عام هنايا. يعني انت تريستوريك وغاتشي مدينه ونسيتي شي مدينه اخرى؟ لحقاش انا كنت حادي في برشلونه. يعني ضروري ملي تجي تدفع شي قانون، مثلا انت عندك تريسانيوز عام في برشلونه عام في مدريد وعام في مثلا في مالاغا،
خصك تطلب ليستوريكو ديال ثلاثه ديال المدينات، ليستوريكو ليستوريكو ليستوريكو. لا 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 عطيتهم لك ليستوريكو كلهم ديال برشلونه وديال ايبيسا. واه فهمتي؟ وفاش دفعت الدوسي وكذا كان عندي كلشي بيرفيكتو، ولا ضربت اربع شهور ولا خمس شهور، صيفطوا في الايميل لخيستور قالوا له بغينا شهاده السكنه باش تدفع هاد الدري هذا خصك تولي تجيبها لنا. يعني ماتت شهاده السكنه ستوريكو مات غتبدل لواحد اخر. ها هذه اللي بغيت نعرف. وليت مشيت جبتها لهم هما مصاحيت ملي كيدخلوا يعني اربع شهور قلتي هو لي ستوريكو تريس ميسيش كيموت. يعني هذا الموظف بكلاخ وصافي نورمالمون راه خصو يجاوبك. علاش خصو يشوفوا التاريخ اللي دفعتي فيه انت ماشي التاريخ اللي غايشوف هو الدوسي. انا دفعت في شهر 11 في شهر 8 في 2023. ملي جبتي لي ستوريكو شحال بقيتي باش دفعتي؟ نون نون جبت لي ستوريكو عندك اون ميس دفعت واحد شهر. ها غير جمعت انا الدوسي ديالي في شهر 7 يعني دفعت انا 11 في 8. يعني هذا الطلب اللي طلبوا لك غريب شويه. يعني نورمال خصهم يقبلوا لك ديك الساعه، ولكن نو باس انا هذا كاين بعض الموظفين كيديروا بحال هكذا وصافي. اه هضرت انا مع الخيسو قلت له واش كاين شي بروبليم، قال لي لا، قال لي دابا انت عندك شواهد السكنه بزاف، وقال لي تقدر، قال لي كون ماس ديك الورقه، وقال لي بغاو يتاكدوا من شريت السكنه باش دفعتي بالكونتراتو ديالك الاخر واش هي اللي عندك ولا بدلتي شهاده السكنه. لا يا هادي كنقول لك على شوف انا غادي نعطيك واحد النصيحه زوينه اللي كيوصلوا ان شاء الله بحيث هما في سترانخيريا كيصيفطوك شي جوج المرات. زعما انت شافوا الدوسي ديك الكيان شافوا عندك الغلط في شهاده السكنه صححت ياك، حيت هما ما سيفطوش شهاده السكنه غدا غادي يصيفطوك كونترا. نو دابا غيمشي هادي اللي بغيت نتكلم معك انا، غيمشيو دابا الدوسي ديالك الخيفه ديال سترانخيريا. دابا كاملين عطاو الراي ديالهم ماسومينوس في سي 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 اللي كيوصل عند الخيفه كتعملها كتكشف ديك الورقه ديال فابورابل، يعني ان شاء الله ما عندك حتى شي مشكل. دابا انا 9 شهور دابا هادي، وواحد صحابي سبحان الله في 4 شهور، وواحد الدري واحد اخر في 5 شهور. انت راك راجل في 4 شهور عرفت يجاوبوك عطاوك خصك تجي لهم شهاده السكنه يتاكدوا مني. اي ولكن فاش تاكدوا مني خصهم يجاوبوني ملي كتصيفط لهم شهاده السكنه خص توصل لك النوبه باش يجاوبوك. يعني ماشي خصهم يعني ملي كتصيفطها لهم ماشي كتصيفطها لهم صافي كيدخلوا هما يجاوبوك، لا خصك تسنى النوبه ديالك مع الناس اللي طلبوا لهم ورقه ناقصه. يعني انت وليتي مع الناس اللي عندهم الناقص، يعني غيشوفوا الدوسي ديالك فين وصل. اه كتلقاش انا مشيت لعندهم انت ماشي غتشد قبيله من الاول. نو عاد نفهم، يعني الناس اللي طلبوهم بحالك ناقصه لهم ورقه كونترا فيها الديفو ولا شي حاجه كيصيفطوا. مثلا كاينه 100 الناس خصنا ندوزو 100 الناس، انت النمره 60 خصنا نوصلو النمره ديالك. اه وي هذا اللي بغيت نفهم انا، انا ما عندي لا مشكله في كونتراتو لا والو يا ناي، انا شافوا دابا نورمال ما عندك مشكل، ولكن ملي كتوصل عند خبات سرانخيري ملي كيكون عندك مشكل راه كيطلبوه لك. يعني دابا شهاده السكنه يعني ما عندكش مشكل، هذا هو اللي المفهوم ديالي انا. دابا انا دابا 9 شهور دابا هادي، واحد الدراري صحابي واحد الدري 9 شهور، واحد الدري تلاقيتو البارح 10 شهور، وواحد الدري 11 شهر، عاد جاوبوهم. كاينين ناس بزاف، كاينين ناس بزاف. اه نو باس انا هذا، الله يسهل عليك اخويا العزيز. امين على اختك خيط طنجاوي. شوف انا بعدا كنبغيك من قلبي وعندي عزيز. الله يحفظك. كنفرح ملي كتنصح الشباب. الله يحفظك اخويا العزيز، الله يصلح الوليد. ولا جيتي لابيسا مرحبا بك، هذاك ولدي هذاك. الله يخلي لك، الله يصلح. وعليهم صابرين كنقلبوا شكرا لا فيدا. الله يسهل عليك. واش خالق هنا في اسبانيا؟ نو 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 عندي ولاد في المغرب ان شاء الله، كنعلم من قد اموري ان شاء الله. ان شاء الله تجيبهم، الله يخليهم لك اخويا العزيز، تحياتي. شكرا بزاف الطنجاوي، الله يوفقك. اللي جاوبك اللي جاوبك مرحبا. هذا اختك من شو اراه، شكرا بزاف. شكرا، السلام عليكم. انا يلا الاخوان بارطاجيو لنا اللايف، الله يجازيكم بالخير. كنحاولوا نعطيو الوقت لاي واحد، يعني الناس اللي عزازين علينا والناس يعني اللي كيثقوا فينا، يعني الناس اللي واخا تغلط واحد المره يعني غير قاصد ما يجيش يهاجمك دغيا ويقصف فيك. يعني الانسان كيهضر واحد المره يعني غير يوصل. السلام عليكم. السلام خويا، كي داير؟ مزيان الحمد لله. لا حمودي قاص، الله يحفظك وصافي. مرحبا، داير مزيان لاباس عليك؟ والله الا الحمد لله، الله يجزيك بالخير. والله الحمد لله. اختي ايمن امينه، بغيت نسولك اخويا الطنجاوي، دفعنا دابا حنا في داك القانون ديال العامين ها وقرينا وسالينا، دابا خصنا غير كونترا. كدير الكونترا دابا خصنا نجيبو؟ اش من ميدان درتي ديك الكورسو؟ درت الخاردين ودرت الفلاحه. يعني خصك بري كونتراتو ديال الخاردين ولا ديال الفلاحه؟ يعني اكوال بحال
واه قالوا لي بحال بحال غير بغيت الكونترا زعما كيفاش الكونترا اللي يعطيونا واش ديال عام واش ديال شوف اختي شوف ما يكذب عليكم حتى واحد غنهضر معاك انا في القانون في المسطره القانونيه شوف بغيت نسولك داكشي واش بغيت نسولك اخويا العزيز داك بري كونتراتو انديفينيدو ما يعني انديفينيدو بزاف ديال الناس كيسمعوا انديفينيدو كيقول لك انا خدام مع الشركه عندي كونتراتو ديال دائما انديفينيدو لا هذيك ماشي ديال دائما انديفينيدو يعني غير محدود ما فيهاش تاريخ تقدر انت تخدم معاه شهر تمشي بحال هكا يقدر هو تخدم معاه 10 ايام يجري عليك تقدر تخدم المهم انديفينيدو ماشي فيخو كاين الفرق ما بين فيخو ما بين انديفينيدو يعني بغيت نقول لك كمل بعدا كمل انا فاهمك خصك كونتراتو انديفينيدو شنو غتقول كتقول لي اعطيني واحد خلنا دا كومبليتا اوفيرتا خلنا دا كومبليتا اوفيرتا دي ترافاهو يعني واحد بالعمل قال لك في 40 ساعه سالاريو مينيم مواطير بروفيسيونال يسطا بحال حاله التغي شهر ومشيت عليه ما ماشي مشكل غير باش نفهم بزاف ديال الناس كيديروا حساب ما بين باخا بونيتاريا وباخا او سبيديدو الشركه ولا انتينا اللي خرجتي خصك تخدم 9 شهور في العام عامين 18 شهر لا دابا راك عارف راك عارف هو دابا هذا اللي ندير الكونترا اي شهر وشي دبر على راسك فين تخدم كونتراتو خصك تكون انديفينيدو شحال غتخدم معاه هذاك ما كيهمش واش شهر ولا 15 يوم ولا 20 يوم ولا 3 شهور هي ولا كان كيخلصك مزيان من احسن بقى معاه حتى يدير لك سبيديدو ولا ما كانش كيخلصك مزيان خصك تضرب الحساب بان خصك تخدم 9 شهور في العام يعني 18 شهر في ديك بديك العامين ولا خرجتي من الخدمه الاولانيه باخا بونيتاري ايوا مزيان الله يحفظك اخويا شكرا ولكن انت ما تضربش الحساب بهذا الشيء حنا علاش جينا هنا باش نخدموا واجي لا راك عارف لا ما نقول لك دابا راك عارف داك الشهير انا فهمت الشهير بحال يعطيك الكونترا ما غاديش تخدم معاه راك عارف لا ما نقول لك شوف انا هذاك الشيء هذاك يعني ما كندخلش فيه يعني داك الشيء انا ما عنديش فيه علاقه كيفاش نفهمك حنا علاش جينا باش نخدموا يعني انت واخا جينا باش نخدموا هو واخا تخرج من عنده واخا تمشي تخدم بلاصه اخرى يعني انت خصك تخدم الله يخليك الله يخليك وليداتك ما كاينش مشكل غير كونتراتو ركز لي ركز لي على 40 ساعه في السيمانه ويكتب لك سالاريو مينيمو انتي بروفيسيونيل الله يرحمك الوالدي الله يحفظك بالبيت شكرا نشكرك بزاف الله يخليك وليداتك الله يرحم والدينا اختي الله يسهل عليك شكرا اخويا الله يحفظك يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف الله يجازيكم بالخير اللي عزيز علي الطنجاوي بارطاجي اللايف اخوان بارطاجيو اللايف وصلنا ل 100000 الاخوان قربت الله يجازيكم بالخير 100000 اخوتي الله يرحم الوالدين 100000 قلب الله عزيز علي الطنجاوي انا درت هذا اللايف هذا غير باش نجاوبكم كاملين بكم على الاسئله ديالكم القضية ديال كونتراتو مع الشركة ديال عام ولا ديال عامين راه ما كايناش هاد القضية هذه راه ما كايناش شي حاجة سميتها كونتراتو ديما راه شكون كيشد كونتراتو فيخو كتشدها واحد ولا وحدة خدامة مع واحد الشركة 10 سنين ومن بعد ردوها فيخو داروا لها كونتراتو فيخو فيخو هي ديما ما انديفينيدو يعني تاريخ غير محدود يعني ما فيهاش تاريخ محدود شكرا الاخوان على البارطاج الله يجازيكم بالخير شكرا اختي ايمان امينه شكرا شكرا اخوتي شكرا اخوتي بارطاجيو اخوتي قربتوا تكملونا 1000 بارطاج يعني 1000 ديال الناس اللي داروا حركه اكسبلور فحياتي لكم شكرا لكم اللي ما مشاركش يشارك فهمتي اللي ما مشاركش يشارك الاخوان الله يخدام يعني حنا معاكم غير اللي ما مشاركش الله يرحم الوالدين يدير شي لك غنطلعكم غنطلعكم غير كنشوف يعني انا بغيت ديك 100000 نشوفها باش ما يطيحش اللايف 100000 قلب الاخوان توصل الله يجازيكم بخير يلا اللي كيتفاعل اللي كيتكيف بانطايا واللي مشترك هو اللي غيطلع خويا طلعني خويا شكرا شكرا اوه السلام عليكم تجاوي خويا الله يحفظك صباح الخير مزيان الله ينورك خويا العزيز مرحبا الحمد لله تبارك الله عليك الله يرحم والدي مرحبا اخويا العزيز عطينا المدينه ديالك وعندك الحق جوج الاسئله جوج الاسئله هي اللي كاينه استاذ هي اللي كاين ما كاينش مشكل كاين اكثر ماشي مشكل غا مرحبا بك اخويا العزيز الله يرحم والديك الله يجازيك انا تبعت في 30 في شهر 12 الله يكون سوسيال 30 شهر 12 وهذه واحد الشهر جاوبني ريكيريدو ريكيريدو فابور ناقصها شي حاجه فهمت الطاسة ولا شكون تفعلك شكون تفعلك محامية شنو طلبت لك محامية واش طلبت لك تخلص الطاسة طلبت لي الطاسة وطلبت لي كونترا كانت ماشي مسينية من عندي انا عاد صيفت سالة مرة اخرى يعني شوف الكونترا دايما خصها تكون فيرمية فيرمة الكونترا هي كلشي يعني انت تفيرمي
والشركات فيرمي. حيت انا عطيت له عطيت لك كونترا اللي ماشي 100% من عندي، حيت انا كان عندي مدوبلين هنايا، عطيت له اللي ماشي 100%. عاد عيطوا لي ملي جاوبوني هذاك ريكيريدو فابور هذه، نو باس عاد عاد صيفطت له مره ثانيه. دابا هادي شهر دابا بس صيفطت له وباقي ما كاين والو. شنو ولا لك دابا؟ شنو ولا استراميتي؟ ولا استراميتي على غدا كانت ولا استراميتي. انت وليتي استراميتي دابا، ما عليك والو، يعني شافوا ديك الوراق هما هذوك تخوت استراميتي. صبار دابا ما عندكش مشكل دابا. علاش؟ استرا خيريه ملي كتطلب لك طلب ديال شي حاجه ناقصه كيعني ديك الشيء عندك هو هذاك، يعني خصك غير تصبر. هذا اللي كان يعني اللي مهم هو انت صححتي الديفو. اللي كيعجبني انا هو الانسان كيدير خدمه نقيه. جاوبوك ديني كادو، جاوبوك نو فابورابلي، يعني ديني كادو جاوبوك، عطوك الورقه ناقصه، كتمشي لديك الورقه كتقرا شنو طلبوا لك في استرا خيريه، كتهز ديك الشيء اللي طلبوا لك كتصيفطوا له كما درتي نتايا. الله يسهل عليك اخويا. واحد السؤال يا اخو الله يرحم والديك. مرحبا. دابا هاد الشركه اللي عطاتني الكونترا، يعني واش خصني نخدم معاها واحد مده معينه باش نبدل الصنعه، او لا خصني نعرف المده اللي غنخدم معاها باش نقدر نبدل الصنعه؟ يعني انت درتي رايغو فورماس، دفعتي رايغو سوسيال؟ رايغو سوسيال يعني بغيت تفعل الصنعه، بغيتي تقول زعما تبدل يعني شركه. نبدل الشركه حتى ديك الصنعه هذيك غنبدلها، ماشي ديك الصنعه هذيك. مثلا عندي مثلا انا غنخيرك. شوف ولا خرجتي نتايا من الشركه في ديك العام الاولاني، يعني خرجتي من الشركه قبل 6 شهور، خصك تخدم في ديك الشهر هذاك في ديك العام 9 شهور. نعم. ولا كنتي خرجتي سبيديدو غا 3 شهور وكتفرمي في الليني، ولكن حنا ما ندخلوش في الحسابات ديال معنى دي سبيديدو. شنو هي؟ مزيان يدير لك سبيديدو، هو ما يخسر والو، يدير لك سبيديدو، قول له دير لي سبيديدو. شنو معنى ديال سبيديدو؟ يعني هو يوقفك من الخدمه بان ما بقاش الخدمه، ولا ما عندوش باش يخلص خدامه، ولا هو ما بقاش باغي يزيد الخدمه. 3 شهور ياك؟ يقدر يديرها لك في 10 ايام 15 يوم هذيك نو باس انا. يعني مزيانه نو باس انا. ولكن انا دائما كننصح ونصيحه اخويه، حاول ما تدخلش في الحسابات ملي جيت تبدل الوراق ديال عامين. كيفاش الطنجاويين؟ وفهمني دابا، انت غادير الوراق ديال العام. يعني انت دابا الوراق ديال العام، الوراق ديال العام حسب ديالو ماشي ديال عامين. يعني الا الوراق ديال العام ونا خدمتي غير فوق 6 شهور، يعني ملي جيت تبدل تكون خدام التا وصافي يبدلوا لك صافي في الوراق ديال العام. يعني واخا من هنايا اخرى ماشي نفس المهنه ولا شي حاجه. نو واخا تخدم كل مع شركه شهر ما كاينش كاع مشكل. واش فهمت؟ دابا انا كنهضر معاكم، خدمت مع الشركه 45 يوم. نعم 45 يوم، ولكن انا الشركه دارت لي سبيديدو ومشيت لشركه اخرى في مده نهار بيناتهم. يعني هو راه ما كاينش مشكل ديال دير باخا فونيتاريا هنا وتدخل تخدم هنا. هادو الناس اللي عندها الخدمه عندها الصنعه، يعني غنعاود ناكدها لكم. ولا كنتي انت ولا انت باغي تخرج من واحد الخدمه، خصك دائما تدير يعني بين خدمه وخدمه ما تفوتش 20 يوم. يعني تدخل من هنا تخرج هنا، يعني ما تكونش عندك ديك الوقت تمشي تفرمي في الهنين. يعني ما تفرميش في الهنين بان ما خدامش، فهمتي؟ هذا اللي هو القصد ديالي. انت ملي شد الوراق ديالك دوزتي مع 15 يوم 20 يوم كاع شهر الاولى اللي ما عجبكش الحال، سير قلب على خدمه قبل ما تخرج من عنده، تكون انت درتي خدمه اللي تدخل تخدم فيها. واش فهمتي؟ نعم. يعني واخا ما تخدمش 3 شهور ولا 6 شهور ولا شي حاجه، يعني واخا في الاول خصك. ماشي ضروري يا اخويا، ماشي ضروري. انت ما عجبكش الحال ما مرتاحش، حقك تبدل. ولكن اللي باغي نقصد لك انا، من الخدمه للخدمه، ماشي توقف الخدمه وتمشي تجلس 6 شهور 7 شهور ما تلقاش الخدمه وانت كتفرمي في الليني. نو، هذيك في حاله ديرها ولا كانت شركه حبساتك كتفرمي في الليني وكتقلب على خدمه. نعم فهمت. شكرا الطنجاوي ديالنا. المهم انا غنحاول هاد، شوف المشاكل بزاف كاينه في هاد الطريقه ديال الناس كيقول لك راه الشركه استغرتني 6 شهور حيت الناس قالوا لي خصك تبقى معها 6 شهور. انا كنحاول نحيد هذاك العذاب ديال الانسان اللي كيشد الوراق عاود غير كيزيد يتعذب. هذيك العذاب بغيت انا نعطيكم لها قوانين مسطره قانونيه. نعرف مشى الريزورت اخوتي، واش كتسمعوني مزيان؟
ولكن من قبل كان مشى الريزو. الاخوان اللي كاين معايا واش كتسمعوني مزيان؟ شي واحد كيسولي عليا في العادي وما نقدرش نجاوب. دابا مزيان دابا مزيان دابا مزيان. الله يحفظك. مسطره قانونيه جاوبوك فابورابلي، سير اخويا خدم مع واحد شهر 20 يوم، ما عجبتكش النومينه قول له زيدني ما عجبتنيش، اولا داك الشيء اللي بينك وبينه، من ثم مشي شركه اخرى دير التا وقول له دير لي باخ صافي الله يعاون. ايوا حاجه واحد في حاله ولا ما قدرتيش تلعب مع ديك سبيديدو. واخا حيتاش واحد الباترون قال لي انا ملي تشبر الكارطه في يدك فوقاش نقدر نعمل لك التا، فهمتي؟ واحد الباترون اخر صناعه اخرى. قول له ماشي شبر كارطه في يدي، قول له ملي غيصيفطوا لي مستران خيريه فابورابري او ترازاسيون اترافاخار قول له خصني نصيفطها لك انت دير لي التا. يعني واخا ما كتخدمش في ديك الشركه اللي عطات لك اللي عطات لك كونترا، يعني يمكن لك تمشي تخدم مع واحد اخر. لا ملي غيعطيوك فابورابلي على، اسمعني مزيان، ملي غيعطيوك فابورابلي على ديك الوراق او على ديك كونترا اللي عطيتيهم، نعم، ملي غيصيفطوك ديك الورقه غتصيفطها للشركه اللي عطات الكونترا دير لك التا وتعطيك سيرتيفيكانتي ديال التا وتصيفطها لسترانخيريه باش ياكتيفيو لك التا، عاد تمشي دير باسامات في السيتا. ملي دير باسامات ديال الوراق ديالك ديك الساعه ممكن تمشي تخدم شركه اخرى ولا بغا هما بغاك شي خدمك ولا مهم الشغل ديالك هذا. صافي يا شكرا. يسالك تحياتي يا خلاص حمود. مرحبا الاخوان، بارطاجيو لينا اللايف الله يجازيكم بالخير. اخوان بارطاجيو لينا اللايف الاخوان، شوف شحال معايا ديال الناس وشوف سبحان الله العظيم طلبت لكم غير 100000 ما بغيتوش توصلوا ل 100000 هنا باش تعرف بان يعني ماشي الناس كاملين يعني كيبغيو معايا الناس صراحه الله يعمر راسلها، ولكن اغلبيه دابا ما كيدعموناش. عليكم السلام مرحبا. معايا الناس دابا ما كيدعمون يعني ما كنقصدش الدعم، يعني بزاف ديال الناس كنقصدوا الدعم بشكل نو يعني كنقصد الدعم، ما كتدعموش القناه كيف بانطايات بارطاجيو واش فهمت. ومرحبا بكم وتحياتي لكم وحبكم في الله الاخوان. 100000 شي حاجه قليله، هانت 74000 وصلتوا لينا يعني وصلوا ل 100000 ماشي شي حاجه كبيره. يعني ملي كنقصد انا 100000 يعني ملي كيوصل اللايف 100000 كيتاكتيفا، يعني اللايف كيولي يعني من بارطاج يعني كيطلع، وكاينه معنا 1200 بارطاج ما تحياتي لكم، يعني كنقصد 1200 حركه اكسبلور. شكرا لكم الاخوان. يلا نشوفوا شكون اللي كيدعم عندي كيبارطاجي لنا بصح نطلعوها معنا. غنشوفوا مرحبا بكم، غنشوفوا الناس اللي كتفاعل معنا، الناس اللي كتبارطاجي لينا اللايف تبارك الله كاملين كتبارطاجيو، تحياتي لكم تحياتي لكم الاخوان احبكم في الله باز عليكم. دابا غنمشيو دابا يعني انا بديت كنطلع الناس اللي كتفاعل معنا. شمين شاد اخوانا؟ السلام عليكم. السلام عليكم، فانا خيط طنجاوي بخير هانيك مش مزيان. الله يحفظك اخويا العزيز، مرحبا بك اخويا. الله ينورك اخي طنجاوي اخي، بغيت نسقسيك الخا ولا سؤال اخي، فهمتي؟ دابا انا كنت مصحابي اللوج وكانوا رفضوا لي ديك على حساب ديك القانون، فهمتي؟ كنت خدمت بديك الوراق خدمت به. نسولك خويا العزيز واش دفعتي الراي يقولوا بورال ورفضوه لك ولا؟ دفعت الراي يقولوا بورال ورفضوه لي. واخا شنو المدينة انت في اسبانيا؟ انا في غاليسيا. غاليسيا اش من التاريخ اللي دفعتيه واش من التاريخ اللي جاو اللي رفضوا لك؟ انا كنت دفعت في 20 في شهر 2 وجاوبوني في 14 في شهر 3. يعني انت دفعتي باش تبدل الاوراق ديال الريغولا بورا في اسيلو رفضوا لك، شنو كتبوا لك في الديني كادو؟ ما هو السبب؟ حنا عارفين بغيت نسمعوا منك اخويا. كتبوا لي على حساب اخاي طنجاوي خرجت واحد سنتين سيار خاوة على حساب داك القانون ديال الشيء ما بقاش فيه بالريغولا بورا الزولو. يعني الكلام اللي قلنا هو هذا. دابا انت زولو شحال عندك مدة هنا في اسبانيا؟ دابا انا خاي طنجاوي بغيت نسقسيك، انا دابا انا علاش طلعت معاك بغيت نسقسيك، دابا انا كنت دخلت في الهجمة اللي كتفسبتها ياك اخاي. اها
وملي كنت دخلت في الهجمه ملي عملت شنو اسمه بقيت تما في سبته وعملت باكونه في باكونه اللي كانت كورونا عملتها في شهر 9/2021 ياك اخي. ايوا ومن موراها عملت بروبات اخاي طنجاوي عملت اللوجو ومن بعد عملت الورقه باركو وبقات ما جي بروبات احسن حتى دابا فهمتي. هاد البروبات هاد تقدر تنحهم فيهم 3 سانيوس دابا انا يعني يا اخي طنجاوي ملي جيت نكروج الوخا في مدريد عملوا لي في واحد الورقه بانيا انا دخلت اسبانيا على حساب سبته دخلت اسبانيا في 17 شهر 5 ديال 2023 2022 2021 2021 اها عملوا لي دابا انا طلعت بغيت نسقسيك دابا ديك 17 شهر 5 خيط طنجاوي واش محسوبه ولا لا؟ عندك كروز الروخه كاريطاس عندك كروز. ديال الدوله خويا محسوب اي ورقه ديالهم عندك فيها التاريخ مرحبا به عملوا لي ودابا انا دابا انا ملي طلعت من مدريد عملوا لي دخلت من سبته في 17 شهر 5 طب هذيك جايزه ولكن انت فوقاش دخلتي لمدريد 17 شهر 5 لا انا ما دخلتش في مدريد في شهر 5 17 شهر 5 دخلت من سبته في 17 شهر 5 ولكن هما داروا لك التاريخ طلعوا لك التاريخ اللي دخلتي بين اسبانيا اوتوماتيك يطلع لهم ولا كنتي مسجل عندهم من تحت ياك اخي نارو التاريخ اللي عندك هو اللي غتحسبو انت التاريخ اللي عندك في الاوراق ديال الدوله هذيك راه ديال الدوله الدوله تصوروا ما تقدر تبدلو ما يا اخي دابا انا خايط طنجاوي بغيت ندفع على القانون 3 سنين وقلت زعما يعني الحساب محسوبه يعني 17 من شهر 5 يعني 17 شهر 5 ولكن واحد القضيه ما بين بروف وبروفا تكون عندك 4 شهور حتى 3 شهور وانا عندي يا اخي طنجة صافي مزيان غتمشي دير باخة ديال اسيلو ما عندي باخة اسيلو عندي شنو اسمو عندي شنو اسمو الرفض تردو ولي الرفض تردو ولي كلشي ما بقى عن ما بقيت كنسال والو وانا اخي طنجة يعني انت تنازلتي له مال كلشي واو ما اللي صردوا لي الرفض وصردوا لي كلشي صردوا لي الرفض الوراق وصردوا لي الرفض اللوج زوج مزيانه يعني انت ما تبقاش مشاكل تبقى تقلب ودير باخة دفع اليوم دفع الله يسهل عليك اسمع قول لي دابا قول لي دابا ديك اجمع لي ليستوريك والشهادات السكنه اللي عندك واجمع البروفات ديالك اللي عندك ودفع ليهم اخويا العزيز الله يسهل عليك الشهادات السكنه خيطان جاوي ما عندي مورا ديك بروبات الخاوه فهمتي عندي في شهر 12/2021 ماشي مشكل انت شوف عندك البروبه ديال كروز روخه ديال بان درتي اللوجو هادو كاع خدامين اللي ما خدامش هو ديال الفلوس اللي كتصيفط ديال الفلوس ياك اخ قول لي دابا من حقي انا كخي طنجاوي ندفع لهم في ديك 17 5 انا عندك كل شيء مزيان يعني عندك تري سانيوز ديالك عندك البروبا ديال كروز روخا عندك البروبا ديال اسيلو ديجا كنتي اسيلو عندك البروبا ديال انك ديجا كنتي في سبته يعني انت داخل الاراضي الاسبانيه ياك اخي قول لي محسوبين في ديك السبته ياك اخي سبته دابا كيقولوا ديالهم يعني محسوبه سبته يعني فيها القوانين هنايا الله يسهل عليك اخويا العزيز الله يرحمك الوالدين اخي طنجاوي وشكرا بزاف الخاوة اسمع اللي ما كيلحقش العنقود ديال العنب كيقول حامط اخي اديلانتي سيمبري الخاوة ما تدورش امورك اخي الحق يدينا الخاوة ديالي معنا ما نعملو بيه انت شوف انت فاش عاجبني في واحد القضية يعني انت رفضوا لك وفي نفس الوقت يعني ما رجعش الامور يعني معاكم انا كنتقاتل فهمت صح انا اللي كنهضر معاك راه ماشي زعما راه حنا كاملين يعني في موجه واحده راه حنا بحال بحال انا ملي درت التبديله ديال ريغو فورماسي راه تعطى لي ديني كادو وما استسلمتش وديني كادو تعطى لي على حاجه تافهه يعني ما تستاهلش ديني كادو نوت كنت قاتل معاهم ورجعت ليهم وجاوبوني يعني ما خصكش ترجع لهم لا يا اخي طنجاوي شكرا بزاف الخا والله يرحمك الوالدين اخي اللي دابا ريغو سوسي لك الخا دابا ما لا انا درت رايكو فورماسيون ومن بعد بديت اوراق الخدمه ديال عامين يلاه شديتهم شهر جوج ودابا انا يا خي طنجاوي عندي اللي ضمني فهم ديك كونتراتو والخاوة دابا شمن كونتراتو كيطلبوا في ديك رايكو سوسيال الخاوة كونتراتو انديفينيدو معروفه ما محدوداش ما فيها سالاريو مينيموم صافي كتجيب 40 ساعه في السيمانه 40 ساعه في السيمانه
تكون فيها سالاريو مينيموم انتي بروفيسيونال صافي كتدفع عليهم. واخا خاي الطنجاوي الله يرحمك الوالدين اخاو، شكرا بزاف. انا ديك الساعه عندي لكم الرابط ديال التليجرام تحت البان تحت يعني في الصفحه ديال التيك توك، وديك الساعه غنتواصلوا في الخاص ان شاء الله. اي واحد بغى شي حاجه مرحبا، واحد بغى شي حاجه مرحبا. شكرا اخاي الطنجاوي الله ينورك اخاي، تحياتي. السلام عليكم ديما خاو، تحياتي. يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف الله يجازيكم بخير. الاخوان ديال اسيلو ما ترجعوش اللور، ما ترجعوش اللور، خذوا التجربه من الاخ ديالنا مسكين. ها هو هو ديالك، ما ترجعوش اللور، وانا دائما كنهضر معكم صادق، ما ترجعوش اللور. سيمبري اديرانتي اتراس نو، ممكن تطلعني خو اللي كيبارطاجي. انا ما نقدرش نقاز انايا، يعني ما نقدرش نقاز، اللي كيطلع هو الاول كنطلعو، يعني اللي كيتفاعل معنا كنطلعو، اللي ما مشتركش راه ما كيطلعش. ميكو صافي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا اختي. كيداير لاباس؟ الحمد لله الله يرحم والديك. الحمد لله. بغيت غير نسولك اخويا الطنجاوي، واحد البنت كانت عندها اصيلو ياك، كان عندها ترخيط الرخا وحيدوا هذاك ترخيط الرخا واعطوا هذاك لاكارت، ودارت المحامي وما بغتش هذاك الوراق ديال اللجوء، بغات الوراق ديالها عاديين. دابا دفعت في شهر 10 ومازال راه ما جابوهاش. شنو بغات تحيدهم؟ دفعتهم وندمت بغات تحيدهم. ايسو لا، ما بغاش، ما بغاتش الوراق ديال اللجوء. المحامي ديال ليها باخا، المحامي طلب ليها واحد الطلب من مدريد. واه واه، دارت هذاك المحامي، دارت المحامي ولكن مازال بزاف ديال الوقت تستناو، حيت كاين الفرق ما بين يكون عندك اسيلو وتخدم مع اللي ودوز مده ودير باخا، وكاين الفرق ما بين يلاه ديرو وتبغي دير له باخا، يعني ما فيش اللعب داكشي. دابا بشهر 10، بشهر 10 ما جابوهاش، مازال راه تعاودي تسليو طلب اخر. شكيتي شويه ديال الوقت، ما كاينش مشكلة صدري يعني. شكرا، مرحبا. يلا الإخوة بارطاجيو لينا اللايف، غنشوفو شكون كيتفاعل معنا. شوف أنا كنتفاعل مع أي واحد. السلام، أي واحد كنتفاعل معاه. السلام عليكم حمزة، مرحبا خويا. لاباس عليك، مزيان الله يحفظك أرمان. الله يعاودك. بغيت نسولك أخويا الطنجاوي، كنت دفعت في الرايكو سوسيال، عطينا غير المدينة. الله يحفظك أخويا العزيز. انا في المدينه ديال كوينكا. مرحبا. وقبلوني وعطاوني الوراق بالصمت، ولكن كان وقع لي واحد المشكل مع الخيفي اللي كنت معاه، اللي كنت خدام معاه، حبست من الخدمه، والمراه ديالو قالت لي انا نكمل معاك، ما غاديش نسمح فيك، وعطاتني فتحات لي التا، ولكن انا هذيك الكونطرا ما شديتهاش ديال الثانيه، فهمتيني اخويا الطنجاوي؟ اش من نوع الباخه اللي درتي في الاولى؟ لا مازال ما دارت ليش باخه عاد، راني عاد لا الاولانيه اللي قلتي بقى لك مشكل مع الخيفي. لا واخا وقع لي المشكل مع الخيفي، حيتاش الخيفي مدابز مع المراه ديالو، لان الشركه ماشي بسميت الخيفي، بسميت المراه ديالو، ولكن ما دارت ليش باخه، راني مازال لحد الان التا، دابا 15 يوم انا التا. وعلاش عطيتي كونترا؟ انت ديجا عطاوك كونترا ولا ما عطاوكش شي كونترا في الاول؟ لا يلاه يلاه بالصمت هذه دابا شي سيمانه هذه باش بالصمت، يعني انت داروك التا غير باش تعرف، راه ملي كتكون التا كتكون كاينه كونترا اوتوماتيك، كتكون في السيستم خصهم غير يخرجوها ويصيفطوها. هذيك انا ما شديتهاش لان السيد قال لي ما تحتاجهاش، لان صافي انت ما بقيتيش خدام، انت المهم يدوزوا لك التا ديالك صافي. انت دابا خدام ولا ما خدامش؟ انا حاليا دابا ما خدامش، مريح. راك باخا ولا التا؟ راني التا. ألتا ما خدامش؟ لأن وقع لي مشكل مع الخيف مع راجلها، ودابا هي قالت لك ترجع تخدم معايا. قالت لك راجلها ما بغاش يخدمني، قال لي أنا هاد السيد هذا ما خصوش يخدم معايا. أقلع أقلع أقلع، ما تسير الآن كملنا مع الدريب وراني. شوف أنت دابا كتدخل لابيض لابوران ولا لا؟ لا ما تندخلش. واخا اجينا عندي الخاص نقول كيفاش تدخل لابيدرا بورا تشوف راسك واش التا ولا باخا.
الله يحميك الوالدين. وبغيت نسولك اخويا الطنجاوي، انا بغيت نمشي في شهر 7 للمغرب، بغيت ندوز واحد 15 يوم، خاصه هي دير لي باخه بانها محبسانيات، ماشي انا اللي نديرها. اسمح لي، انت خصك هما يديروك سبيديدو ولا دارتي باخه فونيتاريا، خصك تخدم على اقل اخويا 6 شهور ونهار في هاد الوراق د عام باش تبدلهم. لا الا دارت لي هي ها؟ انت غتصيفط لهم ميساج تقول لهم واش جارين عليهم الخدمه ولا جارين عليهم الخدمه، صيفطوا لي خوسيفيكادي ديالي فريسه. الا جراو عليا هما الا هما اللي وقفونا اخويا الطنجاوي، خصني ندخل 6 شهور ياك. 3 شهور ولا هما اللي عطوك سبيديدو، عندك حق تخدم في هذا العام 3 شهور، ولكن خصك تكون كتفيرمي في اللينيم، ولكن انت درتي الوراق باش تخدم ماشي تجلس صافي. لا لا ما غاديش نستارو صافي، انا ما غاديش نشد لهم صافي. المهم اخويا الطنجاوي غادي ندخل ان شاء الله عندك الخاص ونهضروا صافي. اخويا الطنجاوي صافي يا خوتي، غادي نهبط اللايف تندخل الدار صداع صافي. شكرا اخويا الطنجاوي، بارك الله تحياتي.